السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج صحيح النوم على شاشة التسي، معكم محمد اللغوطي. طاب مساءكم وأسعد الله أوقاتكم. النهارده حلقة الثلاثاء 14/8/2018. إلى أهم عناوين أحداث اليوم. الرئيس السيسي وخادم الحرمين الشريفين يلتقيان في مدينة نيوم بالمملكة السعودية. وحرم الرئيس جمهورية تفتتح باب رعاية الفتيات بالعجوزة. الحكومة تعلن عودة الجماهير لمدرجات كرة القدم أول سبتمبر المقبل. ضبط 13 قياديا إخوانيا هاربا قبل تنفيذ عمليات تخريبية داخل البلاد. كارثة، فقدان طفل عضوي الذكري بسبب عملية ختان. إصابة 18 شخصا في سقوط مصعد عقار بالأسكندرية. ضبط موظفة بحي زيتون لتقاضيها رشوة 20,000 جنيه. الداخلية تبيع لوحة مرورية مميزة ب 15 مليون جنيه. حقيقة زيادة سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة. المصانع في تركيا تسرح العمال بسبب انهيار الليرة التركية. عين على السوشيال ميديا. معز مسعود وشير عادل في نفس واحد احترموا حياتنا الشخصية. بسيلفي حلا الشيحة في أحدى الصورة لها بعد خلع الحجاب. مصرع العشرات في انهيار جسر بالقرب من مدينة جنوة الإيطالية. مظاهرات في تونس للمطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث. والسبسي لا علاقة لنا بالقرآن. موقع استخباراتي يحولك لجاسوس مقابل رصيد موبايل. وأخيرا سميرة الدغيدي ترد على ادعاءات حساسين ومنصور بالمستندات. تفاصيل عديدة وانفرادات خاصة ببرنامج صح النوم بعد الفاصل. محدش غير شاشة ال تي سي وصح النوم. أهلا بحضراتكم. الحقيقة اللي قبل ما اخش في تفاصيل الأخبار أنا مندهش من ظاهرة موجودة في حياتنا القانونية والإعلامية، إنه أي حد يطلع يتهم أي حد بأي حاجة. وبعدين في الفوضى السياسية والإعلامية اللي حصلت في عهد الإخوان، إمناعات كثيرة وأصفار على الشمال للأسف الشديد استغلوا إنه كان مصر بيعبث فيها منذ تقريبا يعني ثورة يناير، وهذا العبث موجود. عملاء لأجهزة مخابرات دولية، أجندات، مكاتب محامين تحولت إلى مكاتب تمويلات خارجية. وللأسف أحد هؤلاء المحامين، محامي البلاغات الشهير، تحول مكتبه إلى يعني كل شيء يباع فيه ويشترى. الضمائر تباع فيه وتشترى، القضايا للأسف، حتى الأحكام كانت تباع وتشترى في هذا المكتب، وأعتقد لا تزال في مؤسسة فساد كاملة من خلال هذا المكتب اللي للأسف له فروع في عواصم أخرى، واللي أثبتنا بالدليل أنه صاحبه لم يحمل درجة دكتوراه. وإحنا بنقول له لو معاك فعلا درجة دكتوراه اثبت، أنت اتفضحت وتعريت، وإحنا قلنا هنا أن مفيش حاجة اسمها دكتوراه في القانون التجاري في جامعة بوستون، ومع ذلك أنت ما نطقتش واتخرست، والأعلى للجامعات أثبت أنه أنت معكش دكتوراه، ومع ذلك بتطلع لسه لغاية أول امبارح في القنوات باسم الدكتور. حاجة تانية، أنا ليه واقع شخصية مع هذا المحامي. لما إحدى المطربات يعني ظاهرة برضو من الظواهر الشاذة في المجتمع العربي في الطرب، شتمت مصر وشتمت المصريين، وإحنا تصدينا ليها وقلنا لها يعني مصر دي يعني ما تجيش على لسانك، لأنه مصر أكبر من اللي زيك، والجنسية اللي بتحمليها أصحابها دولة وشعبا بيحملوا كل تقدير واحترام لهذا الوطن. وبالتحديد المطربة الطجاجة اللي اسمها أحلام، واللي شتمت قالت الشعب المصري ما استعينش يبقى خدام عندي، وإحنا ساعتها ردينا رد قاسي ووجعها بدليل إنها جعجعت كلام كتير. وساعتها هذا محامي الرقصات والكباريهات اتصل بيا وقال لي أنا عايز أرفع قضية باسمك لأن ده سمعتنا. كتير جدا بيتصلوا بيا يقولوا لي احنا يعني متطوعين نبقى اعضاء في الدفاع عنك في قضايا من هذا النوع، قضايا عامه مش قضايا خاصه. يعني انا الحمد لله ما عنديش مع اي مواطن سواء في مصر او غير مصر
قضايا شخصية خالص بالمناسبة خالص، انما في طول حياتي المهنية قضايا بتبقى قضايا رأي، قضايا نشر، بقول رأيي، وفي ناس والحمد لله تقريبا في كل القضايا اللي اترفعت عليا عشرات القضايا اخدت فيها براءة بحمد ربنا وفضله. لكن هذا المحامي اللي انا بقدم فيه بلاغ لسامح عاشور نقيب المحامين انه بعد ما اعمل له توكيل عشان يرفع قضية باسمي ضد هذه المطربة اللي شتمت مصر يروح يتعشى معاه. راح يتعشى معاه، باعني. شفتش عمري محامي يبيع موكله. عشان كده انا كلمت سامح عاشور وقلت له عيب ان يبقى فيه في نقابتك امثال هؤلاء، دول جراثيم تمشي في المجتمع. واكتر شيء يضايقك بجد ان انت تلاقي محامي يتكلم عن الاخلاق والفضيله والعداله وهو تكاد يكون ليل ونهار بيدوس على كل هذه القيم، بل انه يبيع اي شيء من اجل دولار، من اجل سنت. ممكن يبقى محامي واحده في شبكه اداب، ممكن يبقى محامي مطربه اتقبض عليها، مطربه عربيه اتقبض عليها في شبكه اداب عشان يقبض، يعمل اي حاجه. بل انه حديثه في الصحيفه الاجنبيه اللي اثبت مراسلها في القاهره انه لا يحمل دكتوراه مزري مزري. الحديث نفسه بيهين فيه اهله وبيهين فيه اهل بيته وبيهين نفسه، وبيتكلم باحتقار عن المراه، بيتكلم باحتقار عن اقرب الناس اليه. فازاي نحترمه؟ ازاي يعني ازاي حتى يطلق عليه لقب انه محامي مش دكتور؟ وبعدين اكتشف انه رفع قضيه عليا وعلى البرنامج وعلى القناه علشان يجامل واحد في بينه وبين القناه قضايا، هو المستشار مرتضى منصور. طب يعني انا مش عارف اقول ايه عليك بصراحه، لان انت راجل كبير قد، مش هقول قد والدي الله يرحمه، قد جدي، لكن عيب على شعرك الابيض ان انت تمشي. يعني احنا يعني بتزايد من اجل ان يرضى عنك مرتضى منصور. فما اقول واحد بيزايد وبيحاول ان هو يعني يزود كم القضايا المرفوعه عشان يمشي ورا مرتضى منصور، في خصومه بين القناه وبين مرتضى منصور. الخصومه دي بعد شويه بالمناسبه قد تنتهي باي شكل من الاشكال، بشكل قانوني، بشكل ودي، بشكل باي شكل من الاشكال. انت هيبقى موقفك ايه؟ انت عملت نفسك ليه صبي لمرتضى منصور؟ مرتضى منصور قادر انه يتكلم ويدافع عن نفسه وبيهاجم وعادي، هو طول عمره كده. انت حشرت نفسك ليه؟ بس انا اوعدك انا مش هسيبك يا سمير يا صبري يا صاحب الدكتوراه المزيفه. وعندي ملف للاسف الشديد متخم بما يزكم الانوف، عندي ملف متخم بما يزكم الانوف، وانا عايز احرمك تتكلم عن الاخلاق لانك لا تعرف اي شيء عن الاخلاق، مالكش علاقه بالاخلاق. يعني انا عندي ما يثبت ان انت مالكش علاقه بالاخلاق، ويكفي انك انت سوقت فكره ان انت دكتور سنوات طويله وانت مالكش علاقه. وانا واحد من الناس صدقت وكنت اقول للاسف، لانه بس اكم من الاصنام المصنوعه حولنا، اصنام من عجوه، واكم من اسماء من قش، واكم من اسماء رنانه وهي يعني منتفخه انتفاخ الصفيح. انت بالظبط منتفخ انتفاخ الصفيح، واعتقد الصفيح يعني من اكثر المواد، اقول ايه، يعني ضجيجا وصخبا، ولكن الصخب والضجيج لا يبقى، وانما يعني زي ما يعني القران بيقول اما ما يمكث اما الزبد فيذهب جفاء. فحضرتك زي الزبد. معايا الصحفيه سماح فاروق. استاذه سماح اهلا بيك. اهلا يا استاذ محمد، اهلا بحضرتك. انت ليكي وقع مع المدعو سمير صبري، ما هي؟ ليا وقع للاسف، مش وقع واحده، وللاسف انا كنت موكله قضيه وهو بحث عن خصمه، وطبعا انا وهو لما لقاني بتحرك ضده في قضايا ودعاوي، فهو بقى عشان يخوفني فراح رفع عليا قضيه تعويض ان انا بتحرك بيه. طبعا وده على غير الحقيقه، لان انا رفعت عليه برضه دعوه مدنيه ان هو اخل بواجباته، وان هو بقى القضيه بتاعت الخصمي اللي عايز يديني السداوي دوت مش عايزني اثبت ان هو توافق مع واحد ارهابي. طبعا من ضمن الجلسات انا طلبت، هو بينزلي هو قدم لي نفسه على انه هو استاذ دكتور في جامعه من احدى الجامعات المصريه ويعمل بها، ودي كانت حاجه غريبه جدا يعني، وبينزلي على عريس الدعوه على اي ورقه كده، ومقدم نفسه على انه هو استاذ دكتور في جامعه بوسطن، وهو طلعت طبعا الواقعه دي غير صحيحه، لان انا طلبت تصريح من المحكمه
ان هو يقدم ان هو ان انا اخد شهاده من المجلس الاعلى للجامعات تثبت هل هو دكتور ولا استاذ دكتور. فطبعا انا رحت المجلس الاعلى للجامعات والناس تفضلوا مشكورا وادوني ورقه رسميه قدمتها للمحكمه الجلسه اللي فاتت ان طلع ولا استاذ دكتور ولا طلع ولا كنا يا جماعه المستندات دي بعد اذنكم نشوف المستندات. تمام اتفضلي يا استاذ سامح. المحكمه طلبته ان هو يقدم تقديم الشهاده الاصليه اللي هو بيقول ان هو واخدها من جامعه بوسطن وهو ما قدمش الاصل ما قدمش اي حاجه للاسف. كمان المحكمه ادته تصريح ان انا اروح وزاره الخارجيه عشان اتاكد هل هو فعلا حصل على شهاده الدكتوراه من جامعه بوسطن ولا لا. هو بيقول ان هو حصل على شهاده من جامعه بوسطن ودي غير ده طبعا غير حقيقي لان المجلس الاعلى للجامعات اكد لي بالفعل ان هو لم يحصل على اي شهاده من جامعه بوسطن وان هو ما عادلش الشهاده ديت وده مكتوب من ضمن الاوراق ومن ضمن المستندات. طيب انت قريتي مراسل اسمه ايه مراسل نيويورك تايمز مش كده؟ الراجل نيويورك تايمز عملت معاه حوار وراحت استعلمت من جامعه بوسطن. ايوه جامعه بوسطن ان هو استاذ دكتور قالوا له بالظبط كده المسؤولين هناك قالوا له ان هو لن يستدل عليه واصلا ما نعرفش حاجه. مفيش قسم ده الفضيحه انه الجامعه قالت ان مفيش قسم اسمه القانون التجاري اللي هو بيقول انه اتخرج مفيش قسم وقالت انه لم يرد اسمه منذ نشاه الجامعه. الجامعه دي بقى لها عشرات السنين يمكن 100 سنه. بس محمد الجلسه الجايه هتبقى فيها مفاجات وهي يوم 24/9 لان المحكمه الزمته ان هو يقدم الشهاده اللي بيقول عليها ان هو هيقدمها وانا منتظره ان هو يجيب اي شهاده مزوره لان انا هحوله للنيابه العامه بتهمه امتحان صفه دكتور صفه دكتور كمان لان هو عمل اخطاء. حضرتك لو تشوف الملف بتاعي اللي هو كان ماسكه كله مغيره غير اسم وعنوان الخصم ومغير عنواني ويقول لهم على طب ما قدمتوش لي شكوى في نقابه المحامين؟ هقدم بس انا بيني وبينه ساحه القضاء ويوم 24/9 هتبقى الفضيحه الكبرى لان هو بيقارح للاسف بعت لنقابه الصحفيين يقولوا له ما توقفش جنبها يعني بعت لنقيب الصحفيين يقولوا له ما توقفش جنبها دي عامله وعمال يشهر بيا في كل مكان ويقول لهم لا دي لا هو انا عارف ان في ميليشيات للاسف في ميليشيات صحفيه للاسف يا استاذ محمد مستاجره وانا عارف ان مكتبه بيشتغل ازاي وفي للاسف الشديد المال يغري ضعاف النفوس حتى العاملين في مهنه الصحافه والاعلام. حقيقي للاسف انا ما لقيتش فيدباك لنقيب الصحفيين يشكر انا بقدم له تحيه لان هو بصراحه جنب كتير جدا وان شاء الله هيبقى في مفاجات في الجلسه الجايه. احنا معاكي لان احنا اقسمنا في هذا البرنامج نكون ضد كل ظلم وقهر وفساد وقبح وسنطهر. انا مش عايزه اقول لك يا استاذ محمد الراجل ده بمضي ازاي؟ ده سرق مشروعي وسرق فلوسي وخلى الناس تسرق فلوسي وسرق هدفي وكل حاجه ورحت وثقت فيه وعملت له توكيل وخان الامانه ويعني وما كفلوش الظلم ده فهو قال انا هخوفك بقى خاصه عليك قضيه عشان تسكتي. بس انا مستفه وانا هاخد حقي. احنا معاكي واحنا مع ضحايا هذا المسمى محامي ضحاياه. احنا هنفتح البرنامج لكي يعبروا عن انفسهم لانه للاسف في ناس كتير خايفه. في ناس كلموني قالوا لي كتير بالمناسبه ان هم عانوا كتير يا استاذ محمد يقولوا لي احنا خايفين منه لما يرفع علينا قضايا وكانه بيستخدم سلاح القانون بدل ما يجيب الناس صح. بيستخدمه كتسليط ده حقيقي سيف على رؤوس صحيح. كل الناس اللي هم الغلابه صحيح. وللاسف الاعلام بيساعدوا على دوت لان للاسف انا اصحابي كتير قلت لهم يا جماعه انتوا اصلا يعني انتوا اصلا بتعملوا شغل الواحد صحيح. للاسف هو هيجي عليكم الدور بعد كده. انا بشكرك يا سماح لانه يعني انت يعني فتاه بألف رجل وانت ما خفتيش ودايما اللي بيثق في ربنا بعد ما بضميره وبعد ارادته انا اعتقد وعندي يقين انه بيفوز في النهايه. ساعه الظلم يعني زي ما بيقولوا دوله الظلم ساعه ودوله العدل في كل ساعه. واحنا موقنين بعداله القضاء وتطهير نقابه المحامين نفسها من هذه النباتات الشيطانيه.
وانا بعتبر ما يفعله المدعو سمير صبري المزور الدكتوراه هو نبت شيطاني سيجتس، واحنا مش هنسكت. انت فتحت على نفسك باب جهنم يا سمير يا صبري، لانه للاسف المستندات اللي عندي هتعريك كتير قوي قوي قوي. ويعني انت كنت متصور ان انا هسكت على اللي انت عملته، بس انا يعني بعد ما المعلومات والمستندات وصلتني قلت لا، مهما يحصل انا هتكلم. وانا كلمت نقيب المحامين وهروح له بالمستندات اللي معايا، ومش هنسكت، لانه لازم انت تبقى عبره ازاي تستخدم القانون في كل هذا الفساد اللي انت بتعمله باسم المحاماه. انا معايا الاعلاميه القديره الاستاذه سميره الدغيدي. استاذه سميره اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذ محمد، ازي حضرتك؟ الحمد لله الحمد لله. كل سنه وانت طيب. انت طيبه يا فندم، كل سنه وحضرتك طيبه يا فندم. انت طيب وبخير، وكل سنه كل العاملين في قناه ال سي سي وشركه ميديا ابل طيبين وبخير يا رب. يا رب العالمين. يعني ايه الجديد بقى؟ يعني انا كنت بتكلم عن الاخ المحامي الدكتور المزيف، وانا صدمت في كم الناس اللي كلمتني تشتكي من استخدامه او توظيفه مكتبه، وبعدين اكتشف ان هو في البلاغ اللي مقدمه ضد حضرتك وضد البرنامج ضد القناه في الاخر عامل ده دعما للمستشار مروان منصور. يعني انا يعني مش فاهم ايه العلاقه. هو سمير صبري هو فاضل واحد بس ما تعملش فيه بلاغ اللي هو يعمل في نفسه بلاغ. كل الكلام اللي قاله كله كلام اصلا ما يستاهلش حتى اللي احنا نرد عليه. يعني عارف حتى مجرد الرد عليه هو ما يستاهلش اللي احنا نرد عليه. لان كلنا عارفين سمير صبري هو اول ما يلاقي ان الاضواء اتعملت من عليه شويه فيلا اعمل بلاغ في ده عشان اصلا يجيبوا اسمي فبالتلات عارف. دي حاجه. انا بس بالنسبه للمرتضى يعني عشان يعني كم انا مش عارفه اقول ايه، بس كم الكلام والاكاذيب اللي هو عمال يروجها دي غير طبيعيه. طب قبل كلام عن مستشار مرتضى، انا عايز سعيد حساسين. سعيد حساسين يعني برضو من الحاجات من الظواهر العجيبه الكذب والكذب، يعني يكذب كذبا بواحا، يضلل يزور، ومع ذلك برضه مفيش فايده. انا مستغرب من البرلمان، احنا بعتنا للمستشار بهاء ابو شقه ملف كامل ومع ذلك لم يحقق معه، وعليه احكام نهائيه بالسجن. لكن خلينا اسالك فيما يتعلق بالشق بتاع حضرتك، انت تعاملتي معاه، ايه الواقعه وايه اللي والرد على اللي بيردده؟ لان هو برضه منضم لمرتضى منصور في اللي رافع الدعاوى القضائيه. طيب بص يا استاذ محمد، انا في ثلاث نقاط كده انا هتكلم معاك، معلش انا هاخد من وقتك هتكلم معاك فيه. اول حاجه قبل موضوع سعيد حساسين، هتكلم الاول على موضوع مرتضى ونادي الزمالك، لانه هو طلع على احد القنوات عايز اقول لك عمل مكالمه يعني اقل حاجه فيها ان مرتضى يتسجن. يعني انا عملت اصلا محضر سب وقصف جرح مباشره، سب وقصف في مرتضى منصور، بس هو لسه انت عارف اصلا الاجازه القضائيه ان شاء الله باذن الله على شهر 10 ان شاء الله باذن الله يكون مرتضى في السجن. لان انا مش هقبل اصلا تعويض بكل اصلا البدايات اللي هو قالها. هو طلع قال لك اللي احنا خدنا فلوس نادي الزمالك. يا استاذ محمد وكل اللي سامعيني دلوقتي وكل المشجعين لنادي الزمالك وكل الزملكاويه، انا رفضت ان انا اكون اصلا شريكه اصلا في اهدار مال عام. انا جالي قال لي دلوقتي احنا هنعمل برنامج بدل انا حكيت ليك الموضوع ده كله. هو طلع بيقول ان فلوس نادي الزمالك احنا ما رجعناهاش، لا فلوس نادي الزمالك موجوده في المحكمه وهو عارف، بعت له رساله قلت له الفلوس بتاعتك موجوده، حابب ابعت لك مندوب، تمام، حابب تبعت لي مندوب من عندك ياخد الفلوس، تمام. خلاص قال لك لا انا ما باخدش الفلوس وفلوس ما اعرفش ايه واطلع البرنامج. قلت له انت مالكش عندنا برنامج. انا مش هو لا اما يجبرني اللي انا اصلا اهدر مال العام معاه، لا اما اصلا هنستخدم امور بلطجه ما فيش كده في الدنيا. حضرتك احنا بنعرض ايصال رد المبلغ وايداعه في المحكمه دلوقتي عشان موجود عندك هاتوا يا استاذ محمد. دي حاجه. فلوس اصلا نادي الزمالك موجوده في المحكمه لان هو اللي رفضها وبعت له محضر بالفلوس في المحكمه، هو رفضها ورفض ياخدها وقال لك وهدد انا جاي واحد 8 هو جعجع على الفاضي راح 8 واخد القناه ايه اللي هياخدها؟ يعني انا عايز اعرف ايه اللي هياخدها. المهم ما علينا، فلوس نادي الزمالك بالكامل موجوده اصلا في المحكمه، اي وقت يروح اصلا ياخدها المستشار القانوني للنادي يروح ياخد فلوس. ده رقم واحد.
رقم اثنين معلش اصلا كل المشجعين اللي هم اتضايقوا اللي احنا فسخنا العقد بتاع نادي الزمالك وهو فضل يقول كلام فالناس صدقته في حكايه اصلا اللي احنا ما حبناش نتعاقد مع نادي الزمالك، لا نادي الزمالك على راسنا من فوق. واحنا زملكاويه قلناها قبل كده 1000 مره واحنا بنشجع اصلا الزمالك، بس الحكايه في حاجه، الحكايه طب ما هو البرنامج الثاني اللي اتدفع فيه 5 مليون ولا 4 مليون مين اللي طلع بيقدمه يا استاذ محمد؟ اللي طلع بيقدمه احمد الشريف المشترك، هو كان بيدفع في انتاج البرنامج بتاعه عندنا 240,000 في الشهر. احمد الشريف اتدفع له 4 5 مليون عشان يطلع على قناه ثانيه اللي هي اللي هو البرنامج بتاع نادي الزمالك. الحاجه الثانيه وبعدين مالوش اي تاثير ولا مهني ولا انا مش عايز احكم على يا استاذ يعني الكارثه يا مدام سمير، حضرتك اعلاميه ناس كتير ما تعرفش ان حضرتك خريجه كليه اعلام جامعه القاهره. لا ما انا طلعت اصلا معايا ثانويه زي ما هو ما قال يعني فلا لا ما احنا يعني معلش دي يعني دي صغائر مش عايزين نرد عليه، لكن انا مجنني ان واحد احمد شريف باين مقاول انفار مقاول اسمنت مقاول يخلي نفسك اعلامي ازاي يعني؟ ما ده مجنني. المجلس الاعلى الاعلامي فين؟ نقابه الاعلاميين فين؟ اي حد كده معدي من قدام مدينه الانتاج يخش يبقى اعلامي، يبقى سبونسر يجيب اعلانين يبقى اعلامي؟ مش انا متجنن بالحكايه دي برضه؟ ممكن تسمعني. وبعدين ما هو الراعي ليه نادي الزمالك مقاول انفار، هو انت قبلت دلوقتي ان ده اللي انت كنت بتشتم فيه يبقى هو الاعلامي بتاعك؟ طيب يا استاذ محمد خلينا بس اللي احنا اصلا حابه اللي احنا ننطق اصلا وراهم ونتعامل معاهم بنفس لسانهم، لان احنا اصلا ناس محترمه وانا لما هرد بكل احترام وبكل ادب وبكل اخلاق، لان قاموس حياتي ما فيهوش اكيد لها. اكيد فلوس نادي الزمالك موجوده في المحكمه، مرتضى منصور يروح ياخدها دي حاجه. الحاجه الثانيه بالنسبه للحكم ده بتاع سعيد حساسين، واللي هو اصلا سعيد حساسين نزله على كل المواقع، ولما جينا اصلا نقول هنرد على المواقع للاسف ما فيش موقع ردي ياخد اصلا الحاجه ويعرضها. الموضوع باختصار شديد سعيد حساسين اتصل بيا بدل المره 10 مرات عشان انتج برنامج عنده على قناه العاصمه تمام. وكان دايما الرد ايام ما كان بيمتلكها قبل ما يبيعها يعني ايوه، وكان الرد بتاعي يا دكتور سعيد انت عارف موضوع الدكاتره ما بيحبوش يطلعوا القناه انت موجود فيها عشان موضوع الاعشاب والاحسام والحاجات دي كلها اللي عليه. جه اتصل بيا اسامه بيه الشيخ وقال لي يا مدام سميره عشان خاطر حابب اللي انت تعملي البرنامج ده. اسامه الشيخ احنا اتعلمنا طبعا عمده الاعلام يعني المصري طبعا عملاق في الاعلام فكبير جدا كبيره جدا عند اللي هو يتصل ويقول لي اصلا انتج برنامج هناك عشان مكالمه اسامه الشيخ بس، وتقديرا لي انا وافقت ورحت وتعاقدت اصلا على البرنامج في قناه العاصمه وعملت شيك الشيك دوت ب 210,000 لانتاج البرنامج الطبي على قناه العاصمه تمام. جه البرنامج اصلا يا دكتور سعيد البرنامج يطلع فقال لك طيب شويه، جه اسامه بيه الشيخ ساب القناه خلاص. فانا طلبت الشيك تم خلاص، وجه هو باع البرنامج اصلا عمل البرنامج الطبي ده الناس ثانيه تم خلاص هاتوا الشيك كده كده انا كنت عامل البرنامج ده عشان اسامه الشيخ تمام. هاتوا الشيك قال لك ايه طيب اصل انا رايح الحج وبعدها اصل انا رايح العمره. فضل يتحج كتير وبعد كده يعني فوجئت اللي هو رفع قضيه بالشيك. طب انت يا عضو مجلس شعب يعني ده انت ناقف في البرلمان انت عارف ده معناه ايه؟ انت يا يعني المفترض تجيب اصلا تجيب حقوق الناس، انت رايح اصلا تنصب ورايح ترفع شيك انت مالكش الحق اصلا اللي انت تحصله الشيك ده، انت مالكش الحق اللي انت تصرفه. المهم رفع قضيه. جيت انا كلمت عبد الحميد توفيق كان هو مدير القناه ساعتها في العاصمه، وكلمت محمد مدني كان هو المدير الفني في العاصمه. وعلى فكره كل الاسامي اللي انا بقول لك عليها ديت اصلا اتصلت بيها دلوقتي وتاكد من كل كلمه انا قلتها شاهد على الكلام عشان الشيك. فقالوا لي ايه طب قلت لهم طب كلموه لان عيب قوي اللي يكون عضو مجلس الشعب ويروح ياخد حاجه مش من حقه. فالمهم كلموه هو فضل اصلا مصمم اللي هو لا هي الشيك انا هاخد الشيك كم يا بني ادم انت الشيك ده مش من حقك انت مالكش حق اللي البرنامج ما طلعش اساسا والبرنامج ما طلعش من الاساس اصلا. فجه احمد بدوي الاستاذ احمد بدوي عضو مجلس الشعب، الراجل ده محترم جدا قوي احمد البدوي ده من اكثر الناس احترام وحد تحس فعلا بيخدم اهل دايما وعشان صحفي اساسا برضه في الجمهوريه محترم محترم بجد ده حقيقي. حتى في مقوله في حاجه كده قالها له قال له يا سعيد ان الشيك ده مش من حقك اللي انت تصرفه. قال له انا عارف اللي هو مش من حقك. قال له طب ما دام انت يعني انت هتدخل فلوس حرام على اولادك؟
قالوا لا هو انت فاكر الفلوس دي انا هدخلها على اولادي، ده انا هجيب بقى عجول هذبحها وافرقها على الغلابه. فقال له انت مجنون، قال له انت مجنون، هو انت هتوزع فلوس حرام على هتدي فلوس حرام لربنا؟ هيضحك على ربنا، هيضحك على ربنا. ده اللي حصل. انا كنت انا يعني احنا احسن القضاء وما نقدرش نتكلم فيه. نعم. طلع حكم، والحكم ده رحت دفعت الفلوس، قلت دفعت الفلوس، انا بقول حسبي الله ونعم الوكيل مش اكتر من كده. خد يا سيدي انت فرحان، يعني اقول لك حاجه، اشبع يا سعيد يا حساسين، بس دايما الفلوس لما بتتحط على الراس انت عارف بتعمل ايه. بس انا الفلوس تحت قدام عشان كده انا عاليه من الاخر. يعني دوت الحكم اللي مرتضى عمال لافف بيه الدنيا كلها. عندك عندك صوره الشيك يا استاذ معانا، هو طلع على الشاشه واقف تنفيذ الحكم كمان، وعندك اصلا واقف التنفيذ الحكم، وعندك وعندك الايصال بتاع قناه العاصمه اللي بيؤكد ان احنا الشيك ده كنا دافعين عشان خاطر البرنامج، وعندك وعندك العقد. ده بالنسبه اصلا للموضوع بتاع سيد حساسي. بالنسبه للموضوع بتاع المجلس الاعلى للاعلام، احنا لما بيحصل عندنا اي حاجه القرار بيتاخد في نفس اليوم. نعم. مرتضى طلع ويعني قال كم بذاءات بشكل غير طبيعي، غير طبيعي. هو حتى اصلا هو بيتكلم كان منفعل كده بشكل غير طبيعي. والله نصيحه لله، نصيحه لله يا مرتضى يا منصور، فعلا روح اعرض نفسك على طبيب نفسي. والله بجد انت صعب تعيش وسط البشر. يعني ما فيش واحد في الدنيا دي كلها يعني اللي هو كل حياته كلها بيشن في ده ويهزق في ده وينفي في ده ويكسر في ده ويسجن ده، مفيش كده في الدنيا. مفيش واحد مجمع كم عداءات بالشكل ده عليه، مفيش واحد بيعمل كل ده. ايه ده؟ الراجل ده هيقف ما بين ايد ربنا ازاي؟ الراجل ده يعني عنده 70 سنه فيما فوق، اصلا مش هيعيش قد معاك. انت ازاي بتعمل كده؟ انت ما انتش فاهم اللي النهارده انت عايش بس بكره انت ميت. انت ما انتش، انت هتقف ما بين ايد ربنا ازاي يا مرتضى يا منصور؟ هتقف تقول له ايه؟ كل كده فانوس، كل حياتك كده، سجل حياتك كده كلها، اللي انت شتمت ده وهزقت ده وهنت ده وكذبت على ده. ايه ده؟ انت حضرتك رفعت دعوه سب وقصف عليه النهارده؟ طبعا 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 طبعا. ومرتضى منصور هيتسجن. طيب هل هو فقط ولا المسؤول ايضا عن القناه وكذا؟ يعني ما هو اكيد المسؤول عن القناه برضو او اصحاب القناه ليهم دور ان هم سمحوا بتمرير هذه الاشياء. لا ما سمعتكش يا استاذ محمد، قول تاني معلش. الكلام اللي هو قاله على الشاشه مش هو لوحده المسؤول، المسؤول ايضا اللي سمح له انه يقول هذا الكلام. طيب هو محمد اسماعيل، النائب محمد اسماعيل ده حد محترم جدا، هو ما كانش في القناه يوميها. وحتى لما اصلا يحيى كلمني على ان اصلا على كم البذاءات، انا ما كنتش اصلا يعني ما بتفرجش على التلفزيون كتير، فبعت لي اصلا المداخله في ايه ده؟ ايه الحقاره دي؟ بجد ايه الحقاره دي؟ يمكن هو مسح الفيديوهات ديت من عنده من على القناه، بس الغريبه بقى وعدني ان مش هيكون في اي تجاوز ثاني اصلا في حقي. الغريبه ان برضه مرتضى طلع امبارح وشتم. انا بس هقول لك حاجه يا استاذ محمد، اتفضلي. المجلس الاعلى للاعلام لو كان خد قرار ولو كان اصلا خد اصلا وقت البرنامج او وقت المذيع بتاع البرنامج او وقت اصلا مرتضى منصور انه يدخل على القنوات ويعمل مداخلات، ما كانش المشكله دي، ما كانتش اصلا البدايات دي احنا سمعناها ثاني. هو يعني انا نفسي افهم اي حد بيطلع بيشتم او بيقول كلمه بيتم وقته، مرتضى منصور ليه ما بيتمش وقته اصلا من انه يطلع على القنوات كلها؟ هو طالع شاتم في الناس كلها وهين الناس كلها وبالاكاذيب. حضرتك انت قدمت شكوى في المجلس الاعلام؟ طب بص، انت عارف لما قدمت شكوى ايه اللي حصل؟ والله هتضحك يا استاذ محمد. ايه بقى؟ قدمنا شكوى بكل الكلام والبذاءات اللي هو قالها. المجلس الاعلى عمل ايه؟ بعت لنا اصلا خطاب باننا نرد على المذكره اللي مرتضى منصور مقدمها. يا خبر ابيض، يا خبر ابيض، هو في كده في الدنيا؟ يعني كم البذاءات اللي حصلت دي والمكالمه اصلا اللي اثرت يعني الحقيقه خبر اسود مش ابيض. يعني حتى انا كقناه بشتكي قناه ثانيه انه المفروض المجلس الاعلامي هو الحكم العدل بيننا، فما يردش على الشكوى. هو الحكم العدل في حاجه واحده بس مع قناه ال سي سي، اي كلمه بتتقال فيها وقت البرنامج ده، الغي البرنامج ده فقط. انما اصلا في مكالمه حصل فيها كل دوت مفيش. ده احنا احمد سليم انا مكلماه كذا مره ما بيردش. طيب يعني لو عايزه حاجه
الحاجه الثانيه بس معلش هو في المكالمه حتى بتاع مرتضى يعني هو متكلم على استاذ خالد غنيم اللي هو المدير غنيم مدير قناه إلسي. نعم عايز اقول لك هو يعني عايز اقول لكل المشاهدين خالد غنيم هو اصغر رئيس قناه داخل صحيح الانتاج الاعلامي سنا صحيح بس الحقيقه عامل مجهود ضخم الحقيقه بس هو اكبر رئيس قناه داخل مدينه الانتاج الاعلامي عقلا نعم واقول لك ايه هو عبقري في كل حاجه محترف في كل حاجه في شغله ده حقيقي تمام ده حقيقي احنا بنشهد على ده والله قال لك انا بس بفتكر بس شويه حاجات من المكالمه السخيفه اللي هو عملها يقول لك ان سميره اصلا دلوقتي جيت اعيط فين يا عبيط انت جيت اعيط فين انت اساسا ما اتقابلتوش وجها لوجه اساسا اصلا انا ما اعرفوش اصلا ولا يشرفني انا عارف انتوا ما شفتوش بعض اساسا وجها لوجه بالظبط انا انت عارف احنا لو مثلا لو انا في نادي الزمالك مثلا عشان عضو هناك في النادي لو انا في نادي الزمالك اصلا ومشيت هو مش اصلا مش هيعرفني لان هو مش ممكن هو يتعرف انا عارف انا في مره بقول لك طب انت قلتي لا انا عمري ما قابلته اساسا وجها لوجه يعني حتى هذه اللحظه متهيألي انا ما شفتوش خالص انا عارف بس هو الحكايه كلها كان يكلمنا في التليفون ما اعرفش مين كذا 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 وكنت اصلا المذيع اللي بيشتم فيه يا جماعه معلش خلينا نتعامل باحترام اذا كان هو اصلا حد سفيه بالشكل ده خلينا احنا اصلا نكون محترمين لان كل ناس بينبح بما فيه صحيح دي حاجه الحاجه الثانيه بقى ودي انا فعلا انا بوجهها اصلا للمستشار طه الدغيدي يعني انا مش عارفه اقول ايه انا بقول لك انا اسفه والله العظيم بجد انا اسفه على كل اللي حصل ده وعلى ان اسمك يتم الزج بيه بالشكل ده الراجل ده يا استاذ محمد هو تاج على راسي وتاج على راس كل واحد اصلا محترف طبعا الراجل ده بقاله فوق ال 30 سنه في القضاء معروف عنه ان هو انسان عادل وانسان محترم وانسان بيتقي الله في كل حاجه الراجل ده ما دخلش مدينه الانتاج الاعلامي طول حياته صحيح تمام الراجل المحترم ده تمام الراجل المحترم ده اللي بقاله 30 سنه معروف عنه العدل والاحترام والتواضع ما جاش اصلا ال سي سي قبل كده خالص صحيح شغل منفصل تماما اصلا عن البيت صحيح تمام صحيح. لما هو يقول كل الكلام ده عيب عليه عيب عليك يا مرتضى يا منصور انت اصلا يعني هو ده نوع من انواع الغيره مثلا لان هو مرتضى ده كان قاضي في يوم من الايام وكان بيقدم شهادات اللي هو جربان فبالتالي ياخد اجازات وتم اصلا فصله ورفضه من القضاء ما تتكلمش هو الحقيقه انا بحييكي دي نقطه يعني رغم انها شخصيه لكن حضرتك تجاوزتي المك وانك تقدمي التحيه لزوجك على الهوا هذا القاضي الحبر الجليل يا استاذ محمد ده اصلا احترامه وادبه واخلاقه وتواضعه مخليه اصلا تاج على راسي وعلى راس ولادي انا بحييكي والله رغم ان مساله شخصيه بس انا انك تقوليها في العلن لانه هو للاسف تم الزج بيه في العلن دون جريره دون ان يفعل اي شيء دون اي جريره لكن انا عارف كمان ان نادي مجلس الدولة هياخد موقف لانه هو واحد من هذه الهيئة الموقرة اكيد طبعا نعم. خد بالك هو اصلا يعني بص يا استاذ محمد من الاخر كده عشان نكون باثر في الكلام لو مرتضى منصور غلط واتعصب مرة اكيد ما كانش هيوصل لده مرتضى منصور بقى عامل بالظبط زي الكلب المسعور اللي عمال يهربط شمال ويمين بقى بيشتم في الناس كلها وبيهين الناس كلها وبيهزق في الناس كلها وبيقول على الناس اصلا كلام هو مش الكلام ده مش الناس يعني مريض نفسي اقسم بالله والله محتاج يتعالج اقسم بالله يا مرتضى يا منصور انت محتاج تتعالج ده المستشار ما يعيش في وسطنا انا يعيش في المصحه مش اكتر من كده المستشار طلعت بغيض اللي انت قلت عليه كذا وكذا انا ما اقدرش اقول حتى الكلام اللي انت قلته لان الراجل ده اكبر بكتير من اللي انت اصلا حتى تذكر اسمه المستشار طه الدغيدي ده فخر الكل اصلا لكل عيله الدغيد الراجل ده راجل محترم جدا الراجل ده يعني عمره ما هان حد انا عايز اقول لك بس حاجه بسيطه كده الراجل ده واحنا في رمضان يا استاذ محمد لما الشغاله بتكون بتفطر قاعده في مكانها وبتفطر بيخليها يقول لها لا تعالي اصلا تعالي افطري معانا وبيقعدها على السفره اصلا معانا تفطر الراجل ده عادل جدا والراجل ده محترم جدا وهو مرتضى قبل ما تحصل المشكله كان عمال يشكر فيه بقى خلاص لما اصلا انا فاكر صحيح لا وما كنتش شريكه ورفضت ان انا اكون شريكه في اني اصلا اكون سبب في اصدار مالي الزمالك بقى المستشار طه الدغيدي سيء عيب عليك بجد انا الحقيقه انا بحييك على هذا الموقف المجلس 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 العسكري المجلس الاعلى للاعلام المجلس الاعلى للاعلام اول حاجه احنا ما بنبقاش وقت خلاص اي برنامج بيجي احنا بنعرف الاول فكره البرنامج استاذ خالد بيقعد معاه
وبيشوف الفترة الاول الفترة دي تصلح تطلع اعلاميا ولا لا، المقدم اصلا ينفع يكون اصلا يطلع على شاشة ال سي سي ولا لا، وده اللي خلى اصلا قناة ال سي سي بقت متشافة. على فكرة القناة متشافة حلو جدا 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 اكثر من القنوات الكبيرة. نعم. الحاجة الثانية عمال يقول لك ملايين ملايين ملايين. ملايين مين يا مرتضى يا منصور؟ انا عايز اعرف ايه راح شوف حساباتنا؟ ده احنا ماشيين ببركة ربنا. ده احنا يمكن اصلا عشان الواحد حريص كل الحرص اللي انا ادي لكل انسان حقه، يمكن ربنا بس بيبارك لنا وماشي معانا كده ببركة. عاملين تجربة تدرس في ادارة الفضائيات بصراحة. يعني تكاد يكون 99% من القنوات كل بتخسر. انتوا عاملين تجربة يعني اللي هو بتحاولوا بقدر الامكان تديروا بشكل والله علمي وموضوعي. ويكفي انا عشت الفترة اللي فاتت مع احترامنا لكل الملاك القدام، لكن كان المرتبات بتتأخر والدنيا بتتأخر لا الدنيا مظبوطة زي المزورة والإدارة في علاقة طيبة جدا ما بين كل العاملين. لا شيء يحترم، رغم انه فعلا ممكن يبقى احنا بنغزل يعني برجل نملة وفي ناس بتصرف مليارات، ومع ذلك تأثيرنا أفضل وعلاقتنا بالجمهور أحسن ومحققين الحمد لله مع الناس الحقيقة مكانة كبيرة جدا في التأثير وفي الحب أيضا. وده برضو الحقيقة بفضل برضو أريحيتك والله مدام سميرة، وأنت يعني كمان عدم التدخل في المحتوى. لا أنا بشهد بهذا يعني بفضل كل الناس اللي موجودة عندك في القناة. والله أنا عارف والله. وخالد كل واحد موجود في القناة ده له الفضل اللي القناة وصلت فيه. ده حقيقي. كل واحد موجود في القناة أو موجود في الشركة هو على راسي من فوق، لأنه تعب لحد ما الشركة وصلت لكده وفي وقت قصير بصراحة. وأنا عارف إنك ما بتناميش، يعني أنا بستغرب الساعة 3 الفجر بتكلمي وبتتابعي وكذا، وما شاء الله بتصحي الصبح يعني يعني الله يكون في عونك. ايه الجديد بقى؟ يعني في خبر كده صار نقوله للناس في جديد شبكة ال تي سي؟ وان شاء الله باذن الله احنا طالعين بالقناة، احنا بس كنا تعطلنا شوية عشان تعرف الظروف المادية وكده، فان شاء الله باذن الله طالعين بقناة جديدة قريب على نصف 9/11 بكتير ان شاء الله. مبروك مقدما وانا بحييكي والله. اول حاجه بس بقول لك اصلا انت وانت في المكالمه فعلا بفتكر وانا بكلمك بقول لي هي القناه دي بترخيص؟ لا القناه دي مرخصه على فكره. صحيح. والترخيص بتاعها موجود، الترخيص بتاعها لحد 2013 2000 وكام 2023 حاجه زي كده يعني. احنا قدامنا كام سنه؟ اربع سنين او ثلاث سنين، ده لسه الترخيص متجدد. صحيح. صحيح. حاجه ثانيه بقول لك اصلا دبلوم صنايع. لا يا مرتضى روح اصلا كليه الاعلام جامعه القاهره، روح اسال على سميره عبد الوهاب السيد محمد الدغيدي تعرف اصلا اتخرجت من الكليه دي ولا لا. والله نصيحه اخيره قبل ما تقابل ربنا، لانك انت واحد عندك 70 سنه فيما فوق، اتقي الله شويه، اتقي الله واحترم سنك، احترم سنك يا مرتضى يا منصور يا شيخ عشان حتى لما تيجي تقابل ربنا هتقابل ربنا ازاي بكل البذاءات والشتايم والالفاظ والظلم اللي انت عامله ده كله، انت هتقابل ربنا، انت هتروح تقول لربنا ايه اصلا؟ وقال جمله قال لك انا رحت حجيت نسيت الحج بعد 40 يوم. والله عايزاه يفهم، انا عايزاه والله يفهم، عايزاه يفهم اصلا. تقدمي له النصيحه. هتقلد الدنيا. يعني ده من السفاله اصلا مخلي ما اعرفش مين ومين ومين اصلا يهاجمونا. ايه ده؟ يا استاذ محمد يعني يحترم نفسه يا شيخ اصلا عيب عليك. لما بتحارب اصلا انت كنت بتحارب مثلا ده وبتحارب ده وبتحارب ده رجاله، بتحارب واحده ست يا شيخ عيب عليك اصلا. لا انت ست ب 100 راجل ب 1000 راجل يعني انت ب خليك استاذ محمد. انا بحس ان انا والله بتعامل بجد كل الرجوله وكل الشهامه وكل الحسم في القرار. لا ما شاء الله عليك يعني لا واحنا معاك يا مدام سميره، انت يعني ما برضو معاك رجاله يعني المصورين بيقولوا طبعا هو كلهم هم. والله ربنا اصلا يعني ربنا معانا وان شاء الله باذن الله ربنا هينصرنا عليه. والله العظيم بجد هو تعبان عليا والله يا استاذ محمد. يكفي هذا الشعور، يكفي هذا الشعور استاذ محمد، لان انا يعني اقول لك ايه، ده انا في سن اصلا ده انا اصغر من ابنه. صحيح. عارف ازاي؟ يعني انا اصغر من ابنه سنا. ابنه الكبير. صحيح صحيح. يا شيخ اصلا ده الواحد كل ما بيكبر في السن كده بيحترم سنه. ايه ده؟ في اصلا مش في اصلا مش في الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. ايه ده الراجل ده قمه الاحترام طبعا والاخلاق طبعا تواضع. عمرنا ما سمعناه بيشتم، عمرنا ما سمعناه بيسب حد. صحيح. حاجه قمه في الاحترام، وحتى اللي بيغلط فيه ما بيردش. انت ماشي انت ايه؟ انت مفترض رئيس نادي كبير اسمه نادي الزمالك، احترم ده.
احترم ده، لو انت مش محترم سنك احترم اللي انت رئيس نادي يا شيخ. اصلا بص الكابتن اصلا محمود الخطيب وقلده اصلا، شوفوا بيعمل ايه، شوف الاحترام بتاعه، شوف الادب، شوف قد ايه هو انسان قمه في الاخلاق. احترم سنك يا مرتضى يا منصور، احترم الشعر الابيض يا شيخ. ده انت اصلا عمرك ما هتعيش قد اللي انت عشته، وبطل حرد ذات الناس كلها. بس اقول لك حاجه، يعني الغلط اصلا مش عنده، الغلط عند الدوله اللي سايباه فعلا عمال يهدد في الناس كلها فعلا. يعني انا معلوماتي ان ده لن يستمر طويلا، وانه لا مش هيستمر بالشكل ده. ويعني انا نفسي نغلق هذا الملف، ويعني ان شاء الله اللي جاي احسن. بنعد المشاهدين بقنوات اخرى لال تي سي، لانه يعني للاسف هو يعني كل المشاهدين بقول لكم دي اخر رد عرضه سنة، واصل خد بالك ده ما بتزهقش يعني فاضي بقى ولا ايه؟ ما هو احنا عندنا اهم، واحنا عندنا اهم، واحنا بنثق في القضاء المصري. وانا عارف ان انت رافعه اكثر من دعوه قضائيه ضد هذا الابتزال. اقسم بالله العظيم كل الكلام اللي مرتضى منصور قاله كده، اقسم بالله العظيم كل كلمه مرتضى منصور قالها في مداخلاته كلها كذب في كذب، لا في حكم ولا في فلوس اصلا عندنا بتاع نادي الزمالك. كل ما فيها يا مرتضى يا منصور انا حد كده خط مستقيم، بقولها بعلو الصوت، سميرة الدغيدي حد مستقيم ما بتعملش اي حاجه غلط. تعرضت ده بالمستندات يا مدام، تعرضت ده بالمستندات وبالادله الدامغه يعني. بالظبط بالظبط. انا عموما ربنا يهديك يا رب يا رب يا رب. انا بشكرك على هذه المداخله اللي خصتيني بيها، وانا متفائل جدا اللي جاي احسن. وبنعد المشاهدين بشبكه قنوات قويه كده، احنا بنزداد قوه يعني. اكيد والله فعلا الضربه التي لا تميتك تقويك، وانت اقوى من العكس، انت بتدوسي على الشوك وبتعلو على الشوك، وراكي كل مجموعه العاملين في قنوات ال تي سي. كل الشكر لحضرتك. الله يخليك يا فندم، كل الشكر لحضرتك، وكل سنه وحضرتك طيبه. الاعلاميه القديره الاستاذه سميره الدغيلي، كل الشكر يا فندم. انا طبعا باثني على كلام مدام سميره، وهي جابت سيره اعلامي قدير استاذ اسامه الشيخ، المهندس اسامه الشيخ. الراجل ده يا جماعه له فضل على كل العاملين في حقل الاعلام، انا واحد منهم. انا جنني انه طبعا انا بعتبر انه حساسين وصب المجموعه دي دول يعني اللي هم ماشيين في ركاب مرتضى منصور، بيتصور انه يعني زي الصبيان كده المعلم ولا حاجه، متصورين كده انه يطلع حساسين يقول على اسامه الشيخ ده كان شغال عندي وانا اكتشفت انه فاشل وطردته. قال ده في برنامج تلفزيوني يا ليله غبره، اللي هو هذا الفصل ده فصل حساسين، ده حته فصل قد كده الفصل اللي انا قلت عليه في اللغة العربية، اللي هو فاكر يا استاذ محمد حسن التعبير، ذكر النخيل الذي لا يبلح، فيشتم اسامة الشيخ هذا العملاق. يعني مش عايزين يعني نخش، انا بعتبر دي مهاترات وزبد، اما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع في الناس فيمكث في الارض. فان شاء الله يهمنا اللي ينفع الناس، ده الاهم بعيدا عن كل هذه البذاءات. النهارده لانه برضو من ضمن البذاءات اللي بيقولوا الاخوان عن مشروع نيوم، هنتكلم النهارده شويه عن الترهات والخرافات اللي بنشرها الاخوان على صفحاتهم خلال 48 ساعه الماضيه. الاخوان بيشوهوا مشروع نيوم. احنا قلنا قبل كده مشروع نيوم هو مشروع المملكة العربية السعودية بالاتفاق مع مصر والأردن أعلنت عنه، خصوصا بعد مجيء ولي العهد محمد بن سلمان. هذا المشروع سيدر دخل سنوي على هذه الدول، يعني البعض قدره على الأقل ب$50 مليار سنويا. المشروع ده ياخد جزء من مساحة المملكة العربية السعودية، ياخد حوالي 1000 كيلو من مصر منطقة سيناء، وهياخد ويبقى في غرب المملكة السعودية، يعني جزء من شرق شبه جزيرة سيناء، وجزء أيضا من الأردن جنوب الأردن. الإخوان بيروجوا للمشروع على إنه صفقة القرن. قال إيه يعني ده كلام الإخوان الخارف، إنه المشروع ده هيخلي الفلسطينيين يمشوا من غزه يقعدوا في سيناء ويقعدوا في جزء من ارض الاردن وجزء كده، وعلشان تبقى قطاع الضفه وغزه كلها تبع اسرائيل. كلام
اللي بيروجوا الاخوان اللي هم بينفذوا اجنده صهيونيه، كلام غير حقيقي. قعدوا يرددوا صفقه القرن صفقه القرن، وفي اتفاقات سريات مضت، وفي وفي وفي. الاعلام الاسرائيلي نفسه طلع كذب هذا الكلام، والحقيقه النهارده بتتقال على ارض الواقع. الرئيس لما زار منطقه نيوم مع الملك سلمان ومع وفد سعودي ومع ايضا وزير الدفاع المصري ومع رئيس المخابرات اللي هو عباس كامل، كان الكلام واضح. ايه المشروع؟ هيتعمل فيه ايه؟ احنا معانا فيديو صغير عن المشروع يا شباب، صح؟ يا شباب طبعا النهارده كان كان في مأدبه غداء كان فيها صاحب السمو الملك الامير محمد بن سلمان العزيز ولي العهد، وكان فيها ايضا الامير خالد بن فهد بن خالد، والامير منصور بن سعود، والامير فهد بن سلطان بن ابو عزيز امير منطقه تبوك، والامير طلال بن سعود بن ابو عزيز، والامير فهد بن عبد الله، وعدد كبير جدا من الامراء، خدوا بالكم، ووزراء، والحكومه تقريبا السعوديه كلها كانت موجوده. وكان فيه من مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، و وزير الدفاع، وايضا اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامه. عايز اوريكم جزء بسيط عن المشروع، لانه هذا المشروع بيمثل الحقيقه مستقبل زاهر جدا 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 لشعوب الدول الثلاث. نشوف جزء كده بسيط، انفوجراف كده عن المشروع. هذا المشروع فقط موقع ومكان للحارمين الذين يريدون خلق شيء جديد في هذا العالم. في اجتماع ضم 22 صندوقا عالميا تملك ربع اقتصاد العالم، تم إطلاق مشروع مدينة نيوم بإطلالة على البحر الأحمر، والذي يمر عبره عشر التجارة العالمية لتكون محورا يربط القارات الثلاث، وتتحول إلى مركز عالمي يجمع أفضل إمكانات المنطقة العربية وآسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا في مكان واحد، بتسع قطاعات تستهدف مستقبل الحضارة الإنسانية، وتعزز القدرة على الاستغناء عن النفط لتساهم في الناتج المحلي للمملكة بأكثر من 100 مليار دولار بحلول 2030. لكن لماذا ستكون نيوم المكان الأفضل للمعيشة في العالم؟ جو معتدل صيفا مع طبيعة خلابة تجمع بين الجبال والوديان والسهول والشواطئ الساحرة، خدمة مدنية رفيعة المستوى قائمة على تقنية عالية في قطاعات الصحة والتعليم والترفيه. عدد الروبوتات في هذه المدينة سيزيد عن عدد السكان ليصبح إجمالي الناتج المحلي للفرد هو الأعلى عالميا. كل المواصلات في هذه المدينة ذاتية القيادة بدون سائق. الخدمات والمعاملات والإجراءات فيها مؤتمتة بالكامل. 70% من سكان العالم يستطيعون الوصول إليها في أقل من 8 ساعات. ستكون نيوم من أكثر الأماكن أمناً على وجه الأرض، لتكون أحد أهم العواصم الاقتصادية والعلمية في العالم. الحل الريبورت ده مختصر إيه الموضوع بتاع نيوم، وفي آفاق اقتصادية رهيبة. وعايز أقول لكم ده مشروع موجود منذ يمكن الستينات، وكل شويه يطرح في اطار الجامعه العربيه، في اطار، لكن لم يتم ايقاظه وتنفيذه الا هذا العام 2018. كلمه نيوم اختصار نيوم يعني جديد، والام يعني هو نيوم يعني من الحروف اللاتينيه يعني جديد، والام واخدينها بالعربي يعني مستقبل، يعني اختصار لكلمه او معنى مستقبل جديد. الكلام جميل جدا، 70% من سكان العالم يصلوا لهذه المنطقه في اقل من 8 ساعات. المنطقه دي هتبقى اهم منطقه سياحيه وترفيهيه في العالم، هتبقى اهم منطقه للانتاج الاعلامي والسينمائي والفني، هتبقى اهم منطقه لسياحه الغوص في العالم، هتبقى اهم منطقه للانترتينمنت، وايضا للصناعات الصديقه للبيئه، يعني هيبقى في مجمعات صناعات صديقه للبيئه لاول مره. هما بيفكروا يعملوا ايه بقى؟ يعملوا اللي هو ما بعد اليابان، يعني اذا كانت اليابان وصلت لاحدث تكنولوجيا في العالم، احدث حاجه في العالم، هما بيفكروا يعملوا ما بعد اليابان، اللي هو السمارت وورلد او العالم الذكي الصغير. معايا
خالد النجراش المحلل السياسي السعودي. استاذ خالد اهلا بيك. استاذ محمد قول لي يعني بعد اللقاء النهارده وبعد زياره الوفد المصري برئاسه الرئيس السيسي ولقائه محمد بن سلمان ولي العهد، ايه ردود الافعال عندك واشمعنا النهارده؟ يعني ليه النهارده هذا اللقاء المفاجئ لينا حتى كوسائل اعلام؟ امسي عليكم بالخير جميعا. طبعا هي قمه سعوديه مصريه، نعم، نقدر نسميها قمه ذكيه، نعم، بما انها عقدت المدينه مدينه الاحلام التي اصبحت واقع على ارض المستقبل وهي مدينه نيوم. فاعتقد مجازا ان عفوا ان نسميها المدينه الذكيه او القمه الذكيه، اسف. عقدت في وقت مهم جدا، ولكن هناك لدينا قاعده اساسيه منذ الازل، ان استعدت ان العلاقات السعوديه المصريه لا تحكمها بروتوكولات ومواعيد. نعم. اليوم فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، وغدا قد سيكون في شرم او في القاهره، وقد اكد ذلك ايضا فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووضع قاعده منذ ان رشح الانتخابات المصرية، وقال مسافة السكة. مسافة السكة ليست فقط في الأمور العسكرية وفي الأمور اللوجستية، وإنما في كل العلاقات. توقيتها مهم جدا. أعتقد أن ملفات مهمة نوقشت بهذه القمة غير اقتصادية، مهمات أو ملفات سياسية، القضية الفلسطينية، العلاقات السعودية المصرية، الوضع في المنطقة بشكل عام، الملف اليمني، ولا ننسى أن الرئيس عبد رب منصور هادي ليلة البارحة كان امبارح عندنا. فلا بد أن نربط الأحداث، أن هذه القمة قمة ذكية في مدينة ذكية في توقيت هام جدا. يعني حضرتك بتربط زيارة الرئيس اليمني أمس إلى القاهرة بزيارة الرئيس السيسي النهاردة للمملكة السعودية على أرض نيوم كمشروع مستقبلي المفروض أنه بيضمن لكل الأطراف التأمين والأمن وأيضا مش كده؟ يعني على حسب ما فهمت من كلامك صح كده؟ أحسنت. لدينا مضيق باب المندب، واليمن جزء من هذه المنظومة الإقليمية الحالية، ولا نغفل أيضا دور الشقيق الإمارات، والأسبوع الماضي كان الشيخ محمد بن زايد أنا عندنا القاهرة. صحيح. نعم، هناك حراك سعودي مصري إماراتي على أعلى مستوى لوضع حلول كثير من الملفات العالقة وبإذن الله لمستقبل الأمة، وخاصة لو عدنا لمدينة نيوم المدينة الذكية التي هي ضعفي مساحة جزيرة شرق سلوى وهي قطر. أعتقد أن هناك الآن تنظيم الحمدين في هذه الليلة، يعني مدينة نيوم دي قد قطر مرتين. نعم نعم نعم. يعني عجبني اللقطة بتاعتك دي والله يا أستاذ خالد. طيب كيف المصريين يتساءلون بما سيعود هذا المشروع على المواطن المصري؟ المواطن المصري والسعودي، نعم، الإماراتي والأردني كذلك، نعم، هم أشقاء في بداية الأمر، نعم، وطبعا سيكون هناك المشروع يقام على أرض سعودية وبمشاركة تكنولوجية إماراتية وبأيادي عاملة وفنية على أعلى مستوى من الأردن والحبيبة مصر، نعم، وطبعا والسعودية صاحبة المشروع. سؤال، في مساحه المشروع سيمتد الى جزء من ارض مصر، التقرير اللي قدام بيقول تقريبا 1000 كيلو تقريبا. نعم. وهيبقى مدينه واحده. طيب هل ده معناه ازاله الحدود يا استاذ خالد بين الدول المشتركه في المشروع؟ مؤكد ان سيكون هذا المشروع او هذه المدينه التي تربط ثلاث دول، نعم، على الارض، نعم، والدوله الرابعه ايضا الامارات لا نغفلها، نعم، اعتقد انها ستفتح كل الحدود في داخل هذه المدينه، لان المشروع سنحاكي العالم كدول عربيه من هذا المكان. سنحاكي العالم. رائع هذا الكلام. يعني الوحده العربيه في الواقع ليس في شعارات او في الاغاني. بالفعل. طيب الاخوان ومن خلفهم الصهاينه روجوا لانه اسرائيل مستفيده من الموضوع وانه سيتم تهجير مش عارف ايه وان ده صفقه القرن، يعني ردك على هذا الكلام؟
صفقة القرن وراءها تنظيم الحمدين الذي هو الدعم اللوجستي لتنظيم الأخوان. نعم. دائما كل ما يشاع وما يروج من إشاعات سلبية ويقال أن السعودية قامت بكذا ومصر قامت بكذا والإمارات قامت بكذا، هم من يقومون بهذه الأفعال، فهم يطبعون، وهم وتنظيم الحمدين الإرهابي الذي هو أيضا هم يدعمون المستوطنات الإسرائيلية، هم يبنون مصانع في شمال تل أبيب. هذا ما كنت سأقول، نعم، وهذا شيء معلن وليس صحيح مخفي. صحيح. نعم، تنظيم الحمدين والشيخ حمد افتتح قبل سنوات مستوطنات جديدة ولا زال حتى هذه اللحظة يدعم. نعم. فبإذن الله تعالى مشروع الأحلام أو أحلام المستقبل التي يقال أنها مستحيلة تحققت، ليست تحققت على الأرض من هذه اللحظة. بشكرك الإعلامي والصحفي والمحلل السياسي السعودي الأستاذ خالد المجراشي، كل الشكر لحضرتك. هم يعني النهاردة أعلن الأهداف المشروع في منطقة 9 قطاعات متخصصة فيها جزء عن الحضارة الإنسانية، خدوا بالكم، وعن حوار الأديان، وده مهم جدا، يعني في جزء ثقافي في الموضوع، فيه بيتكلم عن حضارة الإنسان عموما، عن علاقة الإسلام بالأديان الأخرى، الحوار مع الآخر، احترام الآخر، السلام، كل القيم اللي الإسلام والأديان السماوية بتنادي بيها. في أيضا قطاع الطاقة والمياه، في مستقبل التنقل، في التقنيات الحيوية، في الغذاء، العلوم التقنية والرقمية، التصنيع المتطور، الإعلام والإنتاج الإعلامي والفني، ده مهم جدا، مستقبل الترفيه، مستقبل المعيشة الذي يمثل ركيزة أساسية لباقي القطاعات. هو عاجبني هنا ان كل قطاع مكتوب قدامه مستقبل مستقبل مستقبل، وده معناه انه او بيحقق الهدف واسم هذه المدينة او مشروع القرن بجد، ده مشروع القرن بجد. النهاردة احنا يمكن يعني لا نرى غالبا حرم الرئيس السيدة انتصار السيسي السيدة الاولى الا مع الرئيس في زيارات رسمية او في بعض المناسبات، انها تتحرك لافتتاح دار رعاية الفتيات بالعجوزة، فالحقيقة ده شيء جديد على السيدة الاولى انتصار السيسي. البعض يسأل لماذا، هقول لكم ليه. حقيقة دار الفتيات العجوزة واحدة من اقدم دور ورعاية الفتيات في مصر والمنطقة العربية، والدار دي املت كثيرا، والدار دي دار عريقة من منذ القدم، فانه يتم الاهتمام بيها وافتتاحها وتجديدها وافتتاح عدد من المشاريع الملحقة بيها. سيدة انتصار السيسي يمكن على يمينها دكتورة سحر نصر، على يسارها الدكتورة وزيرة التضامن. الدار دي الحقيقة وجود السيدة انتصار السيسي رسالة الى، وانا يعني انا عارف ان الحكومة والوزراء خصوصا وزراء المختصين فيما يتعلق بالدور الايتام والفتاة ما بيتحركوش بجد وما بيهتموش وما بيبذلوش قصارى جهدهم الا اما رئاسة الجمهورية بتهتم. فوجود سيدة انتصار السيسي هنا مهم جدا، علشان وانا نفسي بقى كل يومين تنزل تروح دار ايتام، تنزل تروح دور رعاية الفتاة، تنزل تروح دور متحدي الاعاقة، المؤسسات اللي اسمها بتاعت اسمها الفكريه اللي هي بتبقى للمتحدي الاعاقه اللي عندهم توحد او اللي عندهم تاخر ذهني او كذا. احنا محتاجين سيدتي السيده الاولى ان الملف ده تهتمي بيه وتنزلي بقى بنفسك، علشان في قصور من الحكومه، في قصور من وزاره التضامن، دور الايتام فيها بلاوي، فيها مشاكل، دور النشء، الفتيات، المؤسسات العلاجية بتاعت هؤلاء متحدي الإعاقة، وإحنا عرضنا فيديوهات كتير جدا على اللي بيحصل من مآسي داخل هذه الدور. فالحقيقة أنا بحيي السيدة الأولى على هذه الزيارة. الحكومة لأول مرة منذ سنوات خدت قرار بعودة الجماهير لمدرجات كرة القدم أول سبتمبر، أول 9، ده قرار بيؤكد ثقة الحكومة في الأمن وثقة وزارة الداخلية في نفسها، و يعني اعتقد انه الجماهير العريضة كانت بتشتاق لمثل هذا القرار، ده قرار مهم تأجل سنوات. القرار بيقول ان يبدأ التدرج في حضور الجمهور في حدود 5000 متفرج مبدئيا، الى ان يعني يطلق الموضوع لملء المدرجات كاملة. النهاردة وزارة الداخلية اعلنت عن سقوط خلية ارهابية في البحيرة. خدوا بالكم النهاردة
الذكرى المشؤومة والحقيقة الذكرى اللي برضو احنا نفخر بيها ان احنا ازلنا استعمار اخواني لميدان الرابعة ونهضة. احتلال اخواني كان القنوات الحقيرة والاعلام الغربي بيبص مباشر من هذين الميدانين باعتبار انه دول دولة اخرى، دولة موازية. والست باترسون السفيرة الحيزبون الامريكية كانت بتروح تزور هي وخيرة الشاطر في عربية السفارة الامريكية وتروح تقعد ورا مسجد رابعة وتقول لهم ما تقوموش من هنا واحنا هنتحرك علشان نعيد مرسي للكرسي. الوثائق دي يمكن احنا في بعض الوثائق النهاردة بيعلن عنها من داخل امريكا ومن داخل المخابرات البريطانية الامريكية CIA انه فعلا هم كانوا ناويين لو استمروا عدة اسابيع او بحد اقصى عدة اشهر ما كانتش هتنتهي يعني السنة السودة دي الا وهم بيتدخلوا عسكريا في مصر. وانا قلت قبل كده وبعوله تاني رغم ان ده بيغيظ الاخوان وبيعمل لهم هسس وبيعمل لهم يعني تخلف وبيعمل لهم حالة هستيريا. الاسطول السادس الامريكي اتحرك مرتين، مرة في 11 في يناير 2011 ومرة في 30 يونيو. واتحرك لما قال بديع وهو لابس نقاب وطلع شال النقاب وطلع على خشبة الرابعة قال لهم الجيش الامريكي معانا، الرئيس اوباما معانا، فقعدوا يقولوا تكبير وقعدوا يكبروا. كانوا فرحانين قوي انه مرشد الخيانه العميل بديع هو وخير شطر واللي معاه بيستغيثوا وبيستصرخوا الامريكان عشان يجوا يرجعوهم للكرسي. لكن اقسم بالله العظيم ولا في الاحلام كل ده عمر ما كان هيحصل، لانه في حاجه اسمها الجيش المصري، في حاجه اسمها المخابرات المصريه، وكانوا بيشتغلوا بحنكه وبتحركوا، وكان في اجهزه مخابرات بتلعب في الميدانين وعملاء من كل لون باتيستا، ومع ذلك كان كل عميل جنبه واحد فرد سواء مخابرات عامه او مخابرات حربيه قاعد بيعرف ده مين. واحنا يمكن شفنا الجاسوس الاسرائيلي اللي تم استبداله وكان اسمه ايلان باين في ايام المجلس العسكري، وتم القبض على كثير من الجواسيس. سيعلن في ميعادهم مين هم وازاي حاولوا يزرعوا داعش داخل ميدان التحرير قبل ما تعلن داعش 2013. بالمناسبه في اسرار كتير جدا ستعلن، والنهارده الاخوان برضو بيندبوا وكاتبين اسمي، قال لك هؤلاء الذين ساهموا في قتل رابعه وفي سفح رابعه، العبد لله له الشرف ان انا واحد من القايمه دي اللي هم قال ايه، قال لك هيتحاكموا، انا اتحاكم قدام ربنا عشان انتوا هتخشوا جهنم وان شاء الله احنا يعني لا نزايد على الله، انما احنا كنا بنشتغل بضميرنا للدفاع عن هذا الوطن، انتم بتشتغلوا لضمير الشيطان لاسرائيل وامريكا علشان تحصلوا على السلطه باي ثمن. حتى زي ما قال خيرت الشاطر لو مات كل المصريين مش مهم. معايا الباحث في شؤون الحركات الاسلاميه وايضا الحقوق الشهير والمحامي وعضو مجلس قوم الحقوق الانسان دكتور مختار نوح. دكتور مختار اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، اهلا وسهلا. النهارده الاخوان منزلين برضو قائمه فيها اسمك وفيها اسمي، الذين ساعدوا في فض رابعه وقتل الشهداء والحرائر النهارده. ماذا تقول له؟ لا انا ما ساعدتش في فض رابعه، بالعكس ده انا كنت زعلان انها اتاخرت شويه كده. كلنا زعلانين، كنا زعلانين. انا يا ريتني كنت ساعدت في فض رابعه، يا ريت. رابعه دي اصلا كلمه فض مش لايقه، يعني كلمه الفض ده يتقال اعتصام سلمي، يتقال لموقف سياسي صحيح، انما رابعه دي كانت مؤامره اصلا. وزي ما قلت لحضرتك قبل كده، هو لازم السؤال اللي يسبقها لماذا كانت رابعه، يعني هم كانوا عايزين ايه من رابعه بالظبط؟ رابعه دي كان اتفاق امريكي اخواني لخلق دوله موازيه، حاجه اسمها نظام موازي، يعني نظام نظامين بيتنازعوا الشرعيه، تقوم الامم المتحده تتدخل، لان الامم لا تتدخل الامم المتحده الا عند تنازع الشرعيه. طبعا دخل باسم من امريكا، امريكا تقول، وامريكا مش مستنيه، ما هي حصل في ليبيا والعراق انه اساس الامم المتحده ما وافقتش، امريكا كانت هتتحرك كده كده. ايوه هم كانوا متفقين مع البلدي على ذلك، ودي كانت الخطه. ويبدو ان البلدي كان يعرف المكان اليوم بالتقريب، لكن بالظبط العمليه تمت بطريقه يعني خاطفه، يعني فيها عنصر مفاجاه، وبالتالي البلدع نفسه فوجئ واستقال.
لان الخطة مشيتش زي ما هو عايز. الاداء كان في هذا الموضوع طبعا الوسيط كان البلد اللي حينفذها، لان لازم تحدث يعني عشان يتدخل المجتمع الدولي لازم يحدث نوع من انواع ازدواج الشرعي. ازدواج الشرعي اللي هي قطعتين او كتلتين متنازعتين. عايزين نوضح للناس ان ده ما كانش اعتصام سلمي، بدليل ان انت لما تيجي تسأل اي مواطن موجود هي الاوامر بتصدر من مين ما يعرفش. طب مين اللي رتب دي ما يعرفش. طب مين اللي بنى المنصة الخشب ما يعرفش. طب مين اللي جاب الدكاترة والاطباء اللي بيعالجوا ما يعرفش. النقطة التانية معليك اللي هي ما صرح بها الشاب اليافع الاخواني احمد المغير. لو حضرتك رجعت له لصفحته هو بيعتبر ان الاخوان خانوا الشباب بتوع رابعة بان هم خرجوا الاسلحة قبلها 48 ساعة. الكلام ده قال واحد اخواني، ما انا مش انا اللي قلت ولا انت ولا حد تاني، هو اللي قال ان الخيانة تمت بانهم اخرجوا الاسلحة قبلها 48 ساعة. وبالتالي عنده مشكلة خطيرة جدا ان هم افقدونا الاداة اللي كانت في ايدينا. يا ترى اللي خرج الاسلحة دي اذا افترضنا ان الكلام ده كذب يبقى الموضوع مليان كذيب، لكن هو واحد منهم. فقال اللي خرج الاسلحة دي بقى لازم يقول لنا بالظبط مين اللي خرجها وخرجها ليه. خرجها لان جاله خبر بان الفض امر جاد جدا وان هيحدث فض من خلال كذا. وبالتالي رأوا ان من الاحسن ان الخطة بيه هي اللي تتطبق بدل عملية التفاوض، لو ان التفاوض مش جايب تمنه مع الاصرار على الفض، فحبوا يطبقوا الخطة بيه اللي هي عملية الخروج السلمي او الامن للقيادات، وسابوا الغلابة يطحنوا. هو خروج سلمي للقيادات لكن سابوا الغلابة يطحنوا. ادي الفكرة اللي حصل. دول السؤالين اللي انا بسألهم لحضرتك ولكل الباحثين. طيب. لماذا كانت رابعة اصلا؟ رابعة كانت علشان طبعا. طيب. سؤالي وارجو الاجابة في عجالة. انا الحقيقة استمتعت بكلامك فلم اقطعك لانه كان جميل جدا. النهاردة خلية اخرى لتاني يوم في البحيرة، امبارح كان في اكتوبر، قبلها بيومين في العريش 12 ارهابي، وكل ده نربطه بحادث مسترد. هل ده يأتي في اطار ما يسمى بذئاب المنفردة اللي عملها حسم محمد كمال؟ تفسروا بايه النهاردة؟ ولا ده عشان يحيوا مرة اخرى يعني ما يسمى بذكرى فض رابعة؟ يعني ثلاث خلايا ارهابية في ثلاث ايام يا دكتور مختار. لا هو خد بال حضرتك، يعني هو البوليس اللي نشط في الاكتشاف مش هم اللي بيكسروا. لا هو البوليس نشط في الاكتشاف اليومين دول وعنده اسلوب متابعة جيد. هو وبعدين انا شايف يعني التجاوز في الشرطة الان يعني التجاوز بمجرد الشكوى بيواجه عمليات الحسم المبكر او الايجاد المبكر شغالة كويس. يبقى بعد ذلك بعض القواعد القانونية في التعامل في الحبس الطويل والحاجات دي، يعني المفروض من يتبين براءته ما يقعدش بقى سنة ويقعد 9 أشهر وكده. انما اللي انا شايفه في تطور في الداخلية بقالنا حوالي 3 أشهر. صحيح. مش عايز اقول من ساعة الوزير الجديد، لا عشان ما يتقالش ان انا بجامله، انا شخصيا ما اعرفوش، لكن انا ملاحظ نوع من انواع التنقية في الضباط، تنقية تصفية روح جديدة، روح جديدة بتسمع. كمان في القضايا اللي انا بتابعها فيها نوع من الحسم والمبادرة اللي هو الاجهاض المبكر. صحيح. عملية المبكر. صحيح. انا طبعا بلاحظ من خلال ان انا عندي في المكتب مئات الاشخاص بيجوا عشان حقوق الانسان والحاجات دي. وطبعا البريء احنا بنقول له والله انت لو اتصلت بالداخلية واثبتت لهم وضعك هتجد المرة دي اليومين دول هتجد اذان جيدة. لان بدأوا سياسة الحوار برضو بعض الضباط بيتحاوروا ويتفاهموا ويسمع من ده ومن ده ومن ده. وانا اعتقد ان الداخلية اليومين دول انشط بكتير جدا، انا بقول بصدق يعني. لا وانا شايف كمان سرعة في الحرب. سرعة استجابة حتى للمشاكل اللي احنا بنعرضها للامانة يعني. اشكرك جدا. انا مش بجامل حد، هي الداخلية بصراحة متطورة.
بشكرك دكتور مختار نوح. بشكرك دكتور مختار نوح الباحث في التيارات الاسلاميه والقائد السابق والمنشق عن الاخوان والعضو مجلس حقوق الانسان. يعني تصديقا لكلامه الحقيقه غير انه فعلا في فكر امني نشيط جدا ودؤوب ومواكب للعصر وبيستخدم ادوات التكنولوجيا الحديثه. اكبر دليل على ده الخلايا النهارده خليه البحيره. يعني انا شايف اسماء واحنا دايما كنا بنتكلم عن والبحيره خدوا بالكم دي بلد حسن البنا الساعاتي الماسوني بلده الاصليه وانتقل من البحيره الاسماعيليه سرق المقر بتاع الشيخ احمد اللي هو استضافه في بيته وسرق كل حاجه منه وقام شايل اليافطه بتاع الشيخ احمد وحط مكانها جماعه الاخوان. الاسماء النهارده بتاعت البحيره اسماء الحقيقه من الكوادر الكبيره. قيادة الاخوان السيد عبد الله السيد محكوم عليه بالسجن 15 سنه. القيادة الاخوان محمد البدري صادق محكوم عليه 10 سنين كل دول كانوا هربانين. قيادة الاخوان احمد مرسي رزق برضه محكوم عليه بالسجن. دول الصور اللي قدامكم. وايضا الاخوان محمود محمد متولي جمل والاخوان محمد صورت علي محمود الاخواني عبد الرحمن عبد الوهاب بيومي. هذه الاسماء اللي قدامكم دي خليه اخوانيه وجدوا معاها ايضا مخططات للهجوم او التخطيط على بعض المنشآت وايضا رسائل جايه من الخارج وايضا كيفيه تمويل وكيفيه تجنيد واستقطاب خلايا اخرى في ربوع مصر. انا بقول ده وطيب الامن الوطني ازاي ظبط هذه المجموعه؟ شوفوا بقى المفاجاه قال لك الجديد ان الاخوان ما عادوش بيجتمعوا لا في بيوتهم ولا مزارعهم ولا اراضيهم، هم هربانين كده كده، بيجتمعوا في الميكروباصات. شوفوا التطور بقى. وبيبقى يعني بيبقى قائد عشان كده تلاقي ايه؟ ناس كتير بتشتكي لي تقول لي احيانا تلاقي السواق بتركب مثلا حد بيركب حد والله العظيم حكى لي الحكايه دي، يركب مثلا مكان بعيد رايح جاي التحرير او جاي مدينه الانتاج. فالسواق ايه؟ يقول يا لعن العيشه واللي عايشينها. الله مش عارف ويدعي على الحكومه وعلى الرئيس وعلى الاعلام ويبدا ينكش الناس عجبكم العيشه احنا غلينا ليه ويتكلم فايه الناس تبدا تتكلم. ما هو بقى انت الطريق طويل فانت لما تلاقي حد يشتم في الرئيس ولا في الحكومه ولا في الدوله ولا في الاعلام تقوم شاتم وانت عرفان بقى ايه ما الله اعلم بقى هو بيتكو لو انت زوجة جوزك معكنن عليك لو انت زوج مراتك معكنن عليك العيشة واللي عايشينها فاتورة الكهرباء مصاريف العيال مصاريف المدارس الاكل كله 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 فوق دماغك. فانت بتلاقي واحد بيسكن تفضفض وتنفس يلا يا جدع عايشتم في البلد وفي اللي بيحكموا البلد. ده المنطق بتاع اتاري ام ابا على رأي اسمه عمنا الله يمسك بالخير يا من صلاح العمدة صلاح السعدين ربنا يشفيك يا عمدة ام ابا اتاري التمنيات دي والميكروباصات والميني باصات الاخوان مجندينها او هم شغالين في هذا المشروع. فيبدا الاخوان دول يتكلم فالركاب يسوقوا معاه. اكتشف الامن الوطني انه هم بيعملوا اجتماعاتهم في التمنيات دي ويبدل التمنيه يعني مجموعه تنزل عشان بقى ايه ما يتقالش ان هم نفس في ما فيش ثبات. فالحقيقه انا عجبني جدا انه الامن الوطني بيقول ان السبب في كشف اجتماعات الاخوان في الميني باصات او في التمنيات دي هم المواطنين. عشان كده انا بقول لو انت حسيت بجد ان اللي بيتكلم احنا بنفضفض عادي انت ما انت في كل حته بتتكلم وبنسمع كلام وفي غضب ماشي ما فيش مشكله في حريه. لكن في كادر بيتكلم بيتكلم عشان يستقطبك. لو شافك غضبان قوي هقوم يا ربك وانت شاب او ناشي تعالى بقى ايه ده احنا بنقعد تعالى مش عاجبك النظام تعالى ده احنا مجموعه طيبه تتقي الله ونعمل ذلك من اجل الجهاد وانت ويوصلك لدرجه بقى انك تحط عليك حزام ماسف عشان تخش الجنه وتقابل الحور العين. انا بحكي رحله بسيطه ممكن سائق هذا الميكروباص او باص اللي قاعد بيشتم يبدا بشتيمه لكن انت افرز هي 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 يعني هي فضفضه وجهه نظر هو حر فيها بالمناسبه حر يتكلم زي ما عايز ما فيش مش هنحط جمرك على الناس بتتكلم معاك بتتكلم ولا هو كادر اخواني يريد استقطاب ناس وشباب عشان يحطهم في تنظيم زي الحسم. هو ده الفرق. فانا الحقيقه الامن الوطني هنا عامل دور كبير في كشف هذه الخليه اللي في البحيره. بالصدفه النهارده المخابرات الامريكيه مطلعه وثيقه هاتوا لي صورتها يا جماعه. الوثيقه دي
اتفق جماعة الإخوان والتنظيم الدولي عليها من سنة كام يا جماعة؟ 1986. ايه الوثيقة اللي مطلعها النهاردة وعايز اي خروف من اعلام الإخوان والحقيرة يكذبونا؟ مش احنا ده السي اي ايه اهي مطلع الوثيقة بتقول لك ايه؟ بتقول انه الكوادر الإخوانية العالمية اجتمعوا مع بعض مع المخابرات الأمريكية علشان يجندوا 30,000 عنصر داخل 24 منظمة منبثقة من الإخوان تعمل لصالح المخابرات المركزية الأمريكية. يا ليلة غبرة، شايفين الرقم؟ يعني قيادات الإخوان العملاء الجواسيس قعدوا مع قيادات المخابرات الأمريكية سنة 86 علشان يجندوا 24 منظمة، قعدوا مع القيادات دي 24 منظمة لهم خلفية إخوانية مؤمنين بما قالوا حسن البنا وسيد قطب عشان يجندوا 30,000 فرع شؤون منظمة يعملوا لصالح المخابرات الأمريكية. طبعا 24,000 عنصر أو 30,000 عنصر مش عارفين أكيد، لكن اللي عارفين مين؟ الكوادر الكبيرة اللي عايشين في القصور واللي حساباتهم بيتحول لها ملايين الدولارات. امبارح أنا إحنا شوف يعني الحاجات بتجيب بعضها. النهاردة خلية تالت خلية إخوانية إرهابية، المخابرات الأمريكية مطلعة وثيقة، دار الإفتاء المصرية عاملة دراسة بتعري فيها كلام حسن البنا وسيد قطب. عشان أما أنا أطلع أقول أنا ضد الشيخ الشعراوي لأنه قال إن سيد قطب أستاذه فالناس تشتمني وتقول لي أنت خرجت عن الملة وسيدنا ومع يا جماعة تاني هنقول تاني، إحنا بنحكم الفكر مش الشخص، الفكر. فالنهارده دار الافتاء قايله كلام مهم قوي قوي طويل جدا، دراسه مهمه، لكن انا ايه هقول جزء بسيط منها. بتقول الدراسه بتقول انه افكار سيد قطب وقبلها افكار حسن البنا التي ذكرت او نشرت باقلامهم وفي كتبهم ومقالاتهم تحت دعوى الجهاد لاستعاده ما يسمى بالحكم الاسلامي، اعتبر البنا العنف وسيلة لا غنى عنها في استعادة الحكم الإسلامي، وأكد ونظر لكلامه سيد قطب. الدراسة اللي أجرتها دار الإفتاء المصري أوضحت أنه كلام البنا يأتي أو يندرج تحت تبني مشروع العنف، لدرجة أنه وصل إلى ضرورة محاربة الأنظمة القائمة والمجتمع. وذكر حسن البنا في مقاله بالعدد الأول لمجلة النذير حيث قال، ركزوا معايا، سنتوجه بدعوتنا إلى المسؤولين من قادة البلد وزعمائه وحكامه ووزرائه وشيوخه ونوابه وهيئاته وأحزابه ورموزه، ما سابش حاجة حسن البنا، وسندعوهم إلى منهاجنا ونضع بين أيديهم برنامجنا وسنطالبهم بأن يسيروا عليه، فإن أجابوا الدعوة وسلكوا السبيل إلى الغاية آذرناهم، وإن لجأوا إلى المواربة والمراوغة وتستروا بالأعذار الواهية والحجج المردودة فنحن حرب على كل زعيم أو رئيس أو حزب أو هيئة تعادينا ولا تعمل على نصرة الإسلام. خذوا بالكم، قال تعادينا ولا يعني تعادينا الأول إحنا كإخوان، ولا تسيروا في الطريق إلى استعادة حكم الإسلام وجه الإسلام، سنعلنها خصومة لا سلم فيها ولا هوادة معها حتى يفتح الله بيننا. ده كلام حسن البنا، كلام سيد قطب أسفل أزفت وأحقر، لكن ده كلام الإخوان أهو أهو. نقول لي بقى عشان كده هو لما يدي كده يدي مبرر وشرعيه ويدي لاي عنف او اي ارهاب يعتبره جهاد، يضرب الناس وهما بيصلوا في الجامع جهاد لان مختلفين معاه، ما هما اللي كانوا بيصلوا دول بيعتبروا الاخوان دول ارهابيين مش من، فهو يروح يموتهم هما بيصلوا لما الناس دي عزل ومشوش سلاح، ناس في الكنيسه مسترد رايحين يحتفلوا او رايحين يصلوا او يستباركوا برضه يقتلهم، يعني ده المنطق. هما دول شايف الوشوش الكلحة دي والست دي اللي بتاع الزمالك دي اللي هي قاعدة بتمولهم وتصلهم المخططات وتتصل بالقيادات الخارجية اللي هي بتاع الزمالك دي اللي هي في صورتها في النص دي. رضوى عبد الحليم، طيب انا دول فصل يا شباب صح معايا؟ شباب معايا؟ طب ايه ما بتردوش عليا ليه؟
النهارده في المنوفيه عمليه ختان ادت لبتر عضو الطفل. انا بقول يا جماعه حرام اللي بيتم ده، ما ينفعش. وزاره الصحه فين؟ الشيوخ فين؟ يعني انا مش فاهم، يعني ذنبه ايه هذا الطفل؟ عمليه ختان تؤدي الى بتر عضو الذكري، يعني قضيته على حياته. والله قضيته على حياته. مين؟ طيب انا معايا والد الطفل اللي تمت فيه هذه الجريمه، الاستاذ هشام سليم. استاذ هشام اهلا بيك. اهلا بحضرتك. ايه اللي حصل مع ابنك؟ حضرتك دي كانت عمليه طوارئ. كانت عملت طوارئ عاديه، دخلت المستشفى فيها بجواب تامين صحي يوم 4/8 الشهر ده. لا سؤال، يعني التامين الصحي اداك الجواب عشان تعمل العمليه؟ اداني جواب بالميعاد ان انا ادخل 4/8. لا سؤال، يعني التامين الصحي بيعملوا عمليات ختان على حساب الدوله؟ يا نهار اسود، ده ادانه للتامين الصحي. طيب ما علينا، مش بتاع يعني حضرتك رحت تامين صحي دلوقتي وعلى ذمه مدرسه حضرتك، ده طالب في مدرسه دلوقتي، هو المفروض انه كان داخل سنه اولى السنه دي، بس هو خلاص يعني عوض علينا ربنا يا حبيبي. طب ايه اللي حصل؟ هو العضو كله بوتر يا استاذ هشام؟ حضرتك العضو كله جاله غرغرينا. يا نهار اسود، ومعانا تقرير حضرتك. واحنا اولا الموضوع بادئ من 4/8، ادخل المستشفى الايف اشمون، مستشفى اشمون العام. 4/8 يوم 6/8 اكتشفت ان في مشاكل عند ابني، وان ابني ما عندوش اي تصريف في الميه، ما فيش اي حضرتك حمام خالص من 4/8 ل 6. دكاتره قالوا لك ايه؟ بس وجهت للمستشفى تاني، قالوا ده بسيطه والركب قصره. وفضلوا الكلام، كان فيه يعني بيتكلموا مع بعض يعني بعيد، مش عايزين يوصلوا لنا المعلومه. هم عارفين ان في مشكله، ركبوا قسطره والقسطره فشلت. فضل نفس المشكله عند الولد، والولد كان وصلت بيه، كان خلاص بيخلص في ايدينا. رجعنا لهم تاني، قالوا القسطره هي اللي كان فيها المشكله، ركب قسطره تالت. ركبوا قسطره ما نفعتش. لما لقيت كده الكلام بقى ابتدوا قالوا لي اطلع للدكتور بره، شوف دكتور مكانك بره، بعتوا لي الدكتور اسمه الدكتور عاطف بلوي. رحت له الدكتور بصراحه جاب معايا من الاخر، قال لي ابنك عنده مشكله ومش خلاص، خد ابنك وروح، واللي بيموت ما بيصحاش. يا نهار ابيض. ده جاب من الاخر. لما لقيت خلاص ابني ما بيبطلش عياط وتعب ومبهدل الدنيا، قلت احاول محاوله كمان، بقيت الف بيه، مش حدش راضي يكشف على ابني من المنظر لانه خايفين من المسؤوليه. خلاص المشكله حصلت وجت الغرغنه، وصلنا الغرغنه خلصت على الواد. مين اللي عمل له العمليه يا استاذ هشام؟ نعم يا فندم. مين اللي عمل له العمليه؟ استاذ الدكتور سامي سعيد حواش. وهو ده جراح ولا بتاع تناسليه ولا ايه؟ ها؟ حضرتك المفروض ما هو المفروض انه جراح، وانا حضرتك انا ما اعرفش دوت، انا الراجل ده. انت عندك اولاد تانيين؟ حضرتك معايا ثلاثه غيره. وعملت لهم عمليات الختان دي قبل كده؟ لا حضرتك اول مره اعمل حاجه زي كده، فما كانش عندي ده اللي عمل المشكله. انا ما كنتش اعرف ان حتى ان الولد عنده مشكله من اول يوم. يعني انا شايف شكل وحش وشايف احتباس في الميه، بس قلت ده العادي. يعني انا كان في دماغي اخر كلام قالوا لك الدكاتره ايه؟ الدكاتره دلوقتي حضرتك ما انا اتحولت من مستشفى لمستشفى. بعد ما خلصت قصتي مع المستشفى الاميري، لما فقدت الامل ان حد يساعدني هناك، اتعاملوا معايا معامله زي الزفت. وصلت ان انا رحت الدكاتره مره خافوا من ابني، ورحت المستشفى اليوم الواحد. ركبوا لي قسطره، قالوا لي خد ابنك واطلع بيه، حولوني ساعتها، قالوا لي 10 دقائق بالظبط تكون في شبين. مستشفى الجامعه في شبين، لان ابنك في خطر، ابنك حاولوا يصبوا له الميه من بطنه بحقنه كده بسرنجه، ده عملوها في بطنه. قال لي لا ابنك ملوش حل لو يطلع على شبين، ابنك عنده تكيس وفي مشاكل كتير. اتوجهت حضرتك للمستشفى في شبين، للمستشفى الجامعه في شبين. قبل ما ادخل لما شافوا المنظر دوت، مضيت على اقرار بان ابني عنده غرغرينه بنسبه 80% في العضو، وابني يخش على سيتي نتيجه طهاره. بقول لك يا عم هشام، ابعت لوزيره الصحه جواب على يد محضر. حضرتك بعت فاكس لوزيره الصحه؟ لا، على يد محضر، شكوى محضر كده على يد محضر، علشان كده الامور زادت طبعا حدها. انا هتابع قضيتك ومش هسيبها، و يعني انا اعتقد انه في انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا عايز حد يقول لي اعمل ايه في ايدي اللي ضاع من ايدي دوت. هو انا قدامي ان وكيل وزاره الصحه بالمنوفيه فتح تحقيق. طب بعد ما يفتح تحقيق ما انا ده محتاج علاج. العالم فيما يسمى بزرع الاعضاء، بس هي عمليات ضعيفه في مصر. انا عموما بشكرك وانا هتابع معاك القضيه، لكن الموضوع اخطر بقى. وانا بوجه دلوقتي كلامي للسيده وزيره الصحه
والسادة المسؤولين في الحكومة، هو مش في حاجة اسمها احنا الحكومة دي بتصرف لمقاومة هذه العادة السيئة؟ احنا عملنا الحملة القومية لمناهضة الختان عموما. انا مش فاهم ازاي التأمين الصحي يا وزيرة الصحة يطلع جواب بان واحد بيتعمل له ختان، مش قادر افهمها، مش قادر. يعني احنا بنصرف علشان نقاوم عادة، الحكومة نفسها ضد نفسها، الحكومة اللي بتقاوم عادة الختان هي نفسها اللي بتطلع تأمين صحي لعمل الختان، والنتيجة بتر العضو كامل قضيته على حياة هذا الطفل. دي كارثة كارثة كارثة. طبعا بره العالم في زرع اعضاء، لكن اعتقد انها لسه مش موجودة، يعني اعتقد انا مش متخصص في العمليات دي، بس دي كارثة. وانا اتمنى السيدة وزيرة الصحة تشوف حل لهذا الطفل، لانه انتوا السبب سواء بجواب التأمين او بهذا الجراح الفاشل اللي عمل له هذه الجريمة، او الطبيب انا معرفش هو يعني متخصص في ايه بالظبط، بس في كل الاحوال هو فاشل لانه تسبب في كارثة لانسان لا ذنب ولا جريرة له. وارجو ان السادة في بتوع التوعية سواء في مجلس الوزراء او في وزارة الصحة اشوفوا بقى انتوا بتعملوا في مستشفيات الحكومة عمليات الختان دي ازاي، ازاي ده بيتم، انا مش عارف بصراحة، وله فرض وله سنة ولا بعادة قميئة. برضو في مستشفى تاني في الصعيد فيها كارثة، واحد دخل يعمل قسطرة مش عارف عملوا له ايه، عملوا له قسطرة في صوابع رجليه ولا معرفة، برضو كارثة في مستشفى في الصعيد. نشوف اسلام كده بسرعة الفيديو اللي بعته لنا. هذه المستشفيات الحكومية يعني. هذه الشبشب بتاعي. ايه ده ايه ده. هذه الشبشب بتاعي. هذه المستشفيات الحكومية عشان عاوزين فلوس. اسلام محمد شحاته بعد ما صوموه 12 ساعه طلعوه عشان في حاله جابها الدكتور احمد طه من العياده معاه، متفق معاه اسمها عاد باسم واحد اسمه عربي، ودخل مكان اسلام. ادي اسلام. انا طبعا برضو دي من ضمن الاشياء التي يجب ان تحقق فيها وزيرة الصحة. محافظة الاسكندرية كلاكيت الف مرة، العقارات القديمة الايلة للسقوط، النهاردة 18 شخص اصيبوا في سقوط مصعد عقار قديم بالاسكندرية، هي حاجة برضو تحزن. النهاردة في الدقهلية ام تعذب وتقتل ابنها بمساعدة عاشقها، معنا الصور، حاجة صعبة جدا 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 جدا. طفل 4 سنين، الله يحرقك انت وعشيقك، 4 سنين تعملوا فيه كده؟ معانا الصور يا شباب اهو. فين يا اسلام؟ اسلام انت معايا؟ لا في صور عندك يا اسلام، الصور صعبه قوي بصراحه، يعني نحاول نطلع منها يعني اللي ممكن نستوعبه انسانيا، الحاجات الصعبه بلاش. النهاردة في أكثر من رشوة الحقيقة، قبض على 2 موظفين بحي شمال الجيزة لتقاضيهما رشوة من مقاول. يعني انتوا يا موظفين بحي شمال الجيزة ما اعتبرتوش، لم تتخذوا العبرة من رئيس حي الهرم اللي مقبوض عليه؟ ما دول موظفين صغيرين، مين كاف عين وتامر فيه 35 سنة في إدارة شمال الجيزة بياخدوا رشوة لتقاضي عن تحرير محاضر مخالفات بناء العقار ملك الكائن بدائرة قسم شرطة امبابة. قبض على شخص ثقيل رشوة من مواطنين داخل مرور السويس. يعني طيب دول رجالة يعني بيرتشوا. اللي جانب بقى ما تكون ست بترتشي. موظفة بحي الزيتون تتقاضى رشوة 20,000 جنيه. بحي الزيتون خدوا بالكم، مدعوة ألف يه ألف. مواليد 75، موظفة بإدارة المحلات، هي دي بقى. أنا بقى نفسي الموظفين دول والموظفات في إدارة المحليات تتحط عليهم كاميرا. ويتصور كل شيء في كل لحظة، هنكتشف بلاوي سودة. الست في مخبز في المنطقة لخد ترخيص وطالع ممنوع والمبنى ممنوع ومفيش ترخيص لا صحة ولا غذاء ولا 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 ولا، راحت ادت له الترخيص وخدت 20,000 جنيه. تحيا الرقابة الإدارية. مين يا شباب بتقولوا؟ هي عندي جريمة النهاردة. بصوا بقى عشان برضو الإخوان بيستخدموا الحاجات دي والإعلام المتطرف عموما، الاعلام المتآمر المغرض للمليار الدشليون، الاسلام لن يزيد بدخول واحد مسيحي الاسلام، والمسيحية لن تنقص بدخول واحد مسيحي الاسلام، والعكس صحيح.
عقيده دي بينك وبين ربنا. انا شخصيا مؤمن بهذا، وانا ممكن احترم حتى اللي ما عندوش ايمان اذا كان لا يؤذيني ولا يؤذي الاخر وعقيدته بينه وبين ربنا، ما عندوش مشكله. حتى الملحد اللي بيعبد بقر، انا عشت مع صحفيين بتعبد البقر، يعني انا عاشرت في بعض التغطيات العسكريه والاعلاميه بره مصر ناس صحفيين هنود بيعبدوا البقر. كانوا يشوفوا البلوبيف كان يحصل لهم سعار. كان مره واحد صحفي هندي صديقي كان هيضرب واحد ماسك علبه بلوبيف لمجرد انه عليها بقره وهياكلها، وانا سلكت ما بينهم. فما عنديش مشكله، واخلاق هو الانسان بالمعامله ربنا ده انت وبينك ربنا. لكن واحد بقى اشوفه صاحب عماره في الفيصل دخل الاسلام من 4 سنين، خدوا بالكم، فعصابه تتفق، انا ما اعرفش بقى العصابه دي على اي مله، مش قضيه، تتفق انها تقتله. طب انت رايح تقتله على انه ساب دينه وراح الاسلام او العكس، مش دي القضيه. لو انت وقفت عند كده هقول يمكن انت الراجل ايه، يعني الشيطان استغل الحميه الدينيه والغلو اللي عندك والغلظه وانت رايح تنقذ الديانه الاسلاميه او المسيحيه مثلا عشان ده واحد غير ملته. طب تسرقوا ليه؟ خدوا بالكم، فدي عصابه باسم الدين، ده راح اقسم بالله بيفكروا انهم بيضحكوا على ربنا. بعد ما قتلوه سرقوا الذهب اللي عنده وسرقوا 500,000 جنيه. يبقى ده دين؟ عشان بس ما حدش يقول لي ايه ده هو رايحين ينتقموا الدين، لا ده اجرام. طيب علشان انا الفقره اللي عندي النهارده، وزاره الزراعه على لسان منى محرز قالت لا زياده في سعر تذكره حديقه الحيوان. التذكره ب5 جنيه في الاجازات الرسميه، وانه الزيادات اذا يعني ربما يكون ده مقترح بعدين. تركيا بتصرح بشكل جماعي ان شاء الله تصرح الخرفان الاخوان العمال والعاملين بسبب انهيار الليره، وفي حاله فوضى في المتاجر التركيه. النهارده كان في اشاعه بطلاق شير عادل من الداعيه معز مسعود، هما الاثنين كتبوا على صفحتهم نزلوا الصوره دي وقالوا ما حصلش، وقالوا اقتحام الناس لحياتنا يؤذينا، وقالوا احترموا حياتنا الشخصيه، هم عندهم حق بصراحه. النهارده حاله شيحه حملت صوره سيلفي ليها بعد خلع الحجاب، والحقيقه برضه هاكد على اللي قالته لي تليفونيا، هي كل الحسابات بتاعتها اللي موجوده دلوقتي مزوره فيك مش حقيقيه، كل الكلام اللي بينزل عليها هي ما قالتوش، كل التصريحات اللي بتقولها على صفحات مفبركه هي اكتشفت انه في اكتر من 20 صفحه باسمها هي مالهاش علاقه بيهم، وانها بتحاول تدشن صفحه رسميه جديده وتوثقها. من الاشياء النهارده الغريبه انهيار جسر بالقرب من مدينه جنوى الايطاليه، منظر صعب قوي، هنشوف رشد يا استاذ محمد، حاجه صعبه جدا جدا جدا، ربنا يستر. سقوط عشرات القتلى، برضو ايطاليا جنبنا وناس يعني من حوض البحر المتوسط، فجاه ناس بتعدي من فوق جسر يا جماعه، فالجسر يقع ينكسر، فعشرات القتلى النهارده ضحايا. انا بعزي الـ الشعب الايطالي، بعزي الاخوه في مدينه جنوى، دي المدن الجميله تحس انها قريبه مننا قوي، قريبه من اسكندريه، يعني تحس انها منظر صعب قوي. النهارده في تونس كان في مظاهرات قال ايه للمساواه بين الرجل والمراه في الميراث، بمناسبه عادي الشعب التونسي شعب انا قلت قبل كده يعني عنده اسلامه الخاص، اسلام الزيتونه او اسلام اللي جاي من اوروبا، اسلام الفرنجه، اسلام متاورب، اسلام متفرنج، مظاهرات رهيبه خدوا بالكم. مطالبه بضروره تطبيق ماده المساواه بين الرجل والمراه في الميراث. الغريب في طب لما تطلع الستات تطالب بالمساواه في الميراث ماشي، انما طالع رجاله معاهم بيسندوهم، خدوا بالكم. اللي بيقول لك جمهوريه بدون حريه الى اخره، لكن الغريب في الامر انه الرئيس السبسي الرئيس التونسي الباجي اويد السبسي قال انه قانون مساواه في الارث بيتماشى مع دستورنا واحنا لا علاقه لنا بالقران. الحقيقه انا الجمله دي انا يعني طبعا هو بيقول ليس لها علاقه بالدين او القران او الايات القرانيه اللي كانت عامه مع دستور الدوله، ونحن في دوله مدنيه، والقول بان جاءت الدوله التونسيه مرجعيه دينيه خطا فاحش. الكلام ده استفز كتير من المسلمين، انا متصور انه كان يتقال في سياق تاني، لكن في كل الاحوال هو بيتكلم عن انه ملوش علاقه بالقران في موضوع الميراث، مع ان انا متصور ان كمسلم انه القران هو دستور فيما يتعلق بالميراث ينطبق على اي مسلم، لكن هذا الكلام عامل استفزاز للمسلمين في انحاء العالم. بعد الفاصل عندنا ممكن موضوع له علاقه بالستات والرجاله، بعد الفاصل معانا ضيوف ومعانا موضوع سخن جدا محدش غاشت التسيه، نلتقي.